شكرا للكابتن هيثم سعيد، وشكرا لضيفيه محللينا الكريمين الكابتن ندى ايمن والكابتن ممدوح اسماعيل. اذا هي القمه في ختام الدوري الممتاز للكره الطائره للسيدات نسخه 2020-2021 بين البطل النادي الاهلي والوصيف الصيد القاهري. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا متابعينا ومستمعينا عبر شاشه الاهلي في كل مكان، عشاق ومحبي الكره الطائره المصريه، نجدد التحيه. لقاء يتجدد معكم في لقاء القمه بالنسبه لدوري المحترفين والحاضر هنا في صاله استاد النادي الاهلي او صاله الملك عبد الله الفيصل باهلي الجزيره، الختام الكبير لموسم 2020-2021، هذه النسخه المهمه والمنتظره واللي بطلها وكالعاده المتالق وبزياده او الوحش اللي غالبا اللي بيواجهه ما بينجحش، النادي الاهلي النسر الاحمر، كبير الكره الطائره المصريه وكبير الكره الطائره الافريقيه والعربيه واحد كبراء الكره الطائره العالميه بالارقام والانجازات والجماهيريه، النادي الاهلي اللي النهارده في مواجهه بعد ما حسم لقب الدوري منذ 3 جولات، الا انه النهارده بيلعب من اجل تاكيد الصداره عن جداره بالنسبه للقب الدوري في هذا الموسم على مستوى الكره الطائره النسويه، وكمان انه بيحدد من هذه المباراه مين هو صاحب الوصافه او المركز الثاني وصاحب المركز الثالث، لانه نادي الزمالك مستني هديه من النادي الاهلي انه يتفوق 3-0 او 3-1 على الصيد القاهري من اجل ان يحسم لقب المركز الثاني او وصافه ترتيب جدول الدوري خلف النادي الاهلي، بينما الصيد اما فوزه 3-0 او 3-1 او 3-2 او خسارته 2-3 تاهله انه يكون في المركز الثاني على حساب نادي الزمالك. يعني الصيد النهارده لازم يجيب شوطين على الاقل في هذه المباراه من اجل حسم المركز الثاني، بينما النادي الاهلي كده ضمن اللقب بالدرع والذهب، والنهارده ما بعد هذه المباراه هنستمتع بالتتويج لبطلات النادي الاهلي وجهازه الفني المحترم بالتاكيد بقياده الكابتن حمدي الصافي وياسر صلاح وايمن فؤاد المدرب والكابتن ايهاب حسن العميد طبعا والمدير الاداري والكابتن اشرف عباس وكل بقى اعضاء الجهاز الفني والطبي والاداري، هنتكلم عنهم كلهم ودورهم في هذا الموسم الكبير والتقيل، ودايما النادي الاهلي كبير وبيشيل التقيل الدرع باللقب والذهب، ولسه البطولات قادمه باذن الله لو حتى شاركنا في افريقيا السنه دي لكان اللقب الاقرب للنادي الاهلي، لكن تمشي الامور واليوم رحله تتويج جديده للنادي الاهلي او تاكيد التتويج، لانه زي ما قلنا الاهلي حسم اللقب بالدرع والذهب. النهارده في مواجهة مش سهلة أمام حتى الآن هو صاحب المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري، لأنه الصيد بقيادة الكابتن أحمد فتحي وأحد قيادات المنتخبات الوطنية في السنوات الأخيرة، وهو آخر مدير فني مثل الكرة الطائرة المصرية مع المنتخب في الكاميرون في تصفيات أولمبياد طوكيو 2020 لو تفتكروا، كنا في المركز الثالث ما تأهلناش للأولمبياد، لكن يبقى مدير فني كبير وتقيل، وهو كمان قائد لمنتخب الناشئات تحت 20 عام اللي عنده مهمة وطنية في هولندا وبلجيكا في شهر 7 القادم بإذن الله كمنتخبنا الوطني المؤهل لبطولة العالم هناك. الاستعدادات على أرض الملعب في ظهور لتغريد خطاب كحكم أول في هذه المباراة، ونجلاء طلعت كحكم ثاني في هذه المباراة، وسماح حمدي أو سماح عبد الغني هي المسجل، مساعد مسجل محمد مسعود الكابتن محمد مسعود طبعا، ولوحه الكترونيه للكابتن اسامه منصور، مريم احمد وايمان اشرف، نوران ناصر وسلمى خالد حكام او حكمات الخطوط في هذه المباراه. النادي الاهلي بقياده الكابتن حمدي الصافي والخيارات من ادوات من لاعبات موجودات في التشكيله على ارض الملعب، طبعا القائمه كلها ليها التحيه والتقدير في وجود ايا الشامي وندى وليد ودعاء الغباشي ومرمى مجدي وناتاليا فرنانديز البرازيليه المحترفه، دانا شوقي المعده الثاني الى جوار طبعا شروق فؤاد الخبره، والكابتن نهله سامح عبد القادر احدى اهم اللاعبات الموجودات في تشكيله النادي الاهلي والكابتن والقائد بالتاكيد، مريم متولي احدى ابراج مركز 3، ومايا ممدوح بالتاكيد، وساره امين وفريده العسقلاني ونرمين المنشاوي ورحمه المهندس، مي غزال، ملك مرجان، سلمى سعد وفريده الحناوي. ده بالنسبه لتشكيله النادي الاهلي في العموم، ده الاسكواد. هنشوف المراكز الستة اللي موجودة على أرض الملعب في وجود على أرض الملعب طبعا للاعبات الموجودات، وعلى رأسهم شروق فؤاد كبصير، وأيضا هنا أمامنا نرمين المنشاوي في مركز 3 هتبدأ، سارة أمين موجودة على أرض الملعب، وآية حمدي الشافي ودي المحترفة الحقيقية في الكرة الطائرة المصرية
وايضا على ارض الملعب ندى وليد كاليبرو، وكمان اللاعبه البرازيليه ناتاليا فرنانديز في التشكيله بالنسبه للنادي الاهلي. اول ارسال موجود على ارض الملعب بالنسبه لنادي الصيد، وضرب من الاوبوزيت اي حمدي احدى اهم اللاعبات في مركز اثنين، والداتا فولي والداتا دريننج والداتا فيديو والشغل اللي معمول زي ما الكتاب بيقول مع الترجمه في تطور عالم الكره الطائره. اول اسقاط بنجاح واول نقطه لنادي الصيد على ارض الملعب، وقلنا المباراه مهمه، هي مباراه كاس بالنسبه لنادي الصيد، لانه الكابتن احمد فتحي المدير الفني لنادي الصيد عينه على انه ولو حتى خسر يخسر بس يجيب شوطين النهارده، يعني ياخد نقطه من هذه المباراه. ضرب خارج الملعب بدون تحكم، حطت الكوره بره، شروق فؤاد مش بتاعتها، هي البصير، هي الموزع، هي المعد، هي المايسترو بالنسبه للنادي الاهلي على ارض الملعب. لكن لسه في البدايه مع الدخول في اجواء المباراه اكتر، النادي الاهلي يقدر يسد ويهد اي حد، لانه كمان تفوق على نادي الصيد في نادي الصيد في مباراه الذهاب بنتيجه 3-2. ضرب في العمق لكن ندى وليد تقدر انها تتعامل، وضرب هنا بقوه من ساره، دفاع بقوه تحاول ترجع الكوره ما ترجعش هنا امامنا اللاعبه المعاره من النادي الاهلي مريم مصطفى، طبعا زي ما احنا عارفين سنوات كبيره وكتيره مع النادي الاهلي بانجازات والقاب وارقام، لكنها معاره من النادي الاهلي موجوده مع نادي الصيد في هذا الموسم. ما تلحقش الكوره تبقى اول نقطه يظهرنا بها فعليا لاعبات النادي الاهلي على ارض الملعب. 2-1 افضليه للصيد. شروق فؤاد يبدا دايما بالبصير على الارسال علشان يضمن ثلاث ضربات على الشبكه. اعداد سلبي وضرب غير متقن بالمره. داليا المرشدي لاعبه السنتر، لاعبه مركز ثلاثه في تشكيله نادي الصيد اللي ما تتحكمش في الضرب، كان ممكن تنزل لها شويه وتعملها اسقاط من اعلى حائط الصد، محاوله لتمرير الكره ولو حتى ما تخطئش بهذا الخطا، لكن مشيت وعدت. 2-2 عوده من جديد للتعادل، لكن هنا بدون تحكم بالمره من شروق فؤاد الكره في ظهر آية حمدي، ونقطه هديه بخطا كان موجود مع الارسال من جانب شروق فؤاد. 3-2 افضليه للصيد على ارض الملعب. ليلى عماد وهدير يسري وسام عماد وهناء علاء ومريم مصطفى ورنا عبد الحليم وباقي سكواد نادي الصيد اللي هنتكلم عنه. هنا امامنا مريم والضرب من المنطقه الدفاعيه لكن سهله في المتناول، اعداد بجر هتعدي سهله، صعبه كانت على ايه شامي انها تتعامل بالضرب. محاوله هنا الاسقاط لكن ديفنس رائع منخفض من ساره ولكن ما توصلهاش بالشكل المطلوب المرغوب فيه ناتاليا فرنانديز، والكوره في صالح نادي الصيد. خد الكسر بفرق نقطتين مره ثانيه على ارض الملعب. 4-2 افضليه للصيد. زينه العالمي وحبيبه زعتر الليبرو ونهى عادل وسلمى صالح وندى مرجان وحبيبه طارق وندى حمدي وداليا المرشدي وايه النادي المحترفه في احدى الجامعات الامريكيه لكن موجوده مع نادي الصيد وهترجع ثاني في شهر 7 للجامعات الامريكيه مره ثانيه. كره سهله، محاولة هنا لضرب من ثلاثة لكن حصاد يقلم كرة الكرة، والتعامل بقوة هنا أمامنا ظهور بفعالية تظهر وتبان عليها الأمان، ودي لما تشتغل وتطير تسهل حاجات كتير هجوميا للنادي الأهلي المحترفة فيها التشكيلة الأهلوية البرازيلية ناتاليا فرنانديز اللي بتحط النقطة الأولى ليها على أرض الملعب بإتقان وتقنية عالية، تحط المطرقة اللي في وقتها علشان تأتي بالنقطة الثالثة للنادي الأهلي. سارة إرسال مريم استقبال أعداد أمامنا فأربعة، محاولة للضرب وإلى خارج الملعب بذكاء، وهي لاعبة عندها خبرة وشفناها مع المنتخبات الوطنية في الفترة الأخيرة. أتحدث عن زينة العالمي إحدى أهم اللاعبات الموجودات في تشكيلة نادي الصيد، تخلص عندها الحل لما يكون حائط الصد مقفل قدامك، ريسك اليد وتوجيهه في كيفية التعامل مع حائط الصد وتستغله لصالحك تستعمله يعني. 5-3 أفضلية للصيد. ضرب ديفنس رائع ترجع تاني، سكند شانس النادي الأهلي تتضرب في العمق من المنشاوي، نرمين تضع الكرة في العمق في مركز 6 ودي بتضرب من أي حتة، بتختار الزوايا الأنسب في ملعب الغريم تحط النقطة الرابعة. نرمين المنشاوي على أرض الملعب والأولى ليها بالتأكيد. 5-4 ما زالت الأفضلية لنادي الصيد على أرض الملعب. نرمين إحدى أهم اللاعبات في مركز 3 أيضا مع فريدة العسقلاني ومريم متولي، اللاعبات الموجودات في تشكيلة النادي الأهلي، خرجت موسم لنادي سبورتنج وخدت افضل لعيبه في البطوله العربيه في الامارات ثم عادت للنادي الاهلي من جديد بعد ما استوت فنيا اكتر واكتر. تاتي بارسال فعال واسم موجود باستقبال سلبي من الكره الاولى، ودايما الكره الاولى هي يا اما تبوظ هجمه الغريم يا اما تفعل هجمه الغريم، ولما ده ما كانش موجود في النقطه الاخيره. سكاوتنج جاي من بره وداتا فولي وكيفيه توزيع الارسالات بالشكل المطلوب المرغوب فيه وعلمين مين اللي بتستقبل بيرفكت ومين اللي بتستقبل متوسط ومين اللي بتستقبل بشكل مميز ومين لعيبه اربعه مع الدوران ووقفه البصير هي اللي هتستقبل وهي اللي هتضرب زي كده زي كده، والتوجيه ولا اجمل. السكاوتنج اللي جاي من بره عالي واستقبال سلبي من نادين زعتر في مشاركه
بدون تفاهم ولا انسجام ولا ربط ما بينها وما بين زين العالمي، وكانت اقرب انه تستقبلها بالشكل اكثر فعاليه لاعبه اربعه ثانيه في تشكيله نادي قصيد نادين زعتر، لكن الاثنين في الخفنه، واول تفوق ياتي على ارض الملعب في احداث الشوط الاول بفعاليه الارسال الموجه بالشكل المتقن استقبال بصعوبه محاوله الاسقاط حائط صد سكند شانس الصيد مره ثانيه تعدي سهله ايه مريم اعداد خلفي حلوه 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 الضرب، لكن خبره مريم قدرت انها تصطاد الكرة مع الدفاع المنخفض. ثير تشانس فرصة ثالثة لنادي الأهلي، أي حمدي تضرب ولا أجمل ولا أجمل، هي قلت من زمان إنها المحترفة الحقيقية في الكرة الطائرة المصرية رغم إنها محلية الشمس القاهري، ثم من أربع مواسم موجودة مع نادي الأهلي. نجلة الكابتن طبعا حمدي الشامي أحد أهم المدربين اللي مروا في تاريخ الكرة الطائرة المصرية وقطاعات الناشئين، وعمل حالة بالتأكيد في نادي الشمس أو حتى مع بناته في النادي الأهلي. كرة تعدي اعداد بجر بصعوبه تعدي سهله ساره مريم اعداد امامنا في اربعه، محاوله هنا لزق الكوره لكن تغطيه اكثر من رائعه خلف حائط الصد من جانب شروف فؤاد، محاوله للاسقاط ناتاليا فرنانديز ترانزيشن انتقالي تحدي ورالي مكسوب في الاخير بظهور للبرج الاهلاوي الموجود البرازيليه اللي موجوده على الاراضي المصريه، هنا ظهور لناتاليا فرنانديز وبدات تشتغل بفعاليه مع حائط الصد مع طول الذراع والارتقاء الاعلى والبلوك اللي معمول زي ما الكتاب بيقول بعد ترانزيشن انتقالي بيكون في تأثير بشكل أو بآخر على الفريق اللي خسر الترانزيشن الانتقالي أو التحدي يعني أو الرالي فيما بين الفريقين، والفريق اللي كسب كمان الترانزيشن إنه بيديله الثقة بشكل أكبر. الوصول للنقطة رقم 8 أولا، إذا الوصول للفيرست تكنيكال تايم أوت أو الوقت المستقطع الفني الإجباري الأول في أحداث الشوط الأول بأفضلية أهلوية على أرض الملعب 8-5 فرق 3 نقاط، وقلنا في البداية ده عادي إنه الصيد ياخد له نقطتين ثلاثة متفوق على النادي الأهلي، ده عادي طبيعي لانه عنده الحماسه وعنده التفكير في انه يحقق ولو شوطين في هذه المباراه ومن ثم المركز الثاني كوصيف للدوري زي ما عملها السنه اللي فاتت، وعنده قاعده ناشئين محترمه من 3-4 سنين كده بدا يهتم بشكل او باخر بقطاعات الناشئين على مستوى كره الطائره النسويه تحديدا، ومن ثم ظهر بمظهر لائق ما بعد سنتين ثلاثه بدا يظهر ويبان بشكل قوي جدا، ولسه عنده افكار في وجود طبعا كرئيس جهاز ورئيس للجهاز الفني تحديدا للكره الطائره النسويه في نادي الصيد الكابتن احمد فتحي. ضرب في عمق الملعب باتقان في هذه المره من 4-6 تاتي بالنقطه رقم 6 لنادي الصيد مع الضربه الاخيره كانت امامنا زين العالمي. ارسال في هذه اللحظات هدير يسري توجيه سارة أمين لاعبة أربعة منوطة هي والليبرو باستقبال الكرة الأولى بالشكل المطلوب المرغوب فيه واستقبلت، والأعداد كان مميز لكن الضرب ما كانش فيه ضبط زوايا من جانب ناتاليا فرنانديز البرازيلية المحترفة في التشكيلة الأهلوية. نقطتين متتاليتين وما زالت على الإرسال هدير يسري الأوبوزيت في التشكيلة لنادي الصيد. استقبال أمامنا ناتاليا أعداد شروق الضرب طالما في السيستم تخلص بالشكل المطلوب المرغوب فيه دايما دايما دايما، هو طبعا في تطور عالم الكره الطائره يقول لك كله لازم يرفع بشكل متقن، مش لازم البصير لازم تجي له الكره الثانيه علشان يرفعها، ولكن البصير عنده احساس في اللمسه. شروف فؤاد وكالعاده بالخبره تقدر تعد الكره سواء بجر او صوابع علشان تخلص ناتاليا مره ثانيه. ضرب بسهوله ندى وليد اعداد موزون ضرب بقوه مريم متولي او مش مريم، مريم متولي موجوده في تشكيله نادي الاهلي لكن اللي بتحدث عنها مريم مصطفى ليبرو نادي الاهلي والمعاره لنادي الصيد هي اللي بتنقذ الكثير من الكرات. ضرب هنا امامنا من ثلاثه مريم متولي ترجع تاني كوره مسقوقه خلف ايه حمدي والتغطيه من سته كانت موجوده لاعبه اربعه ساره امين لكن ما قريتهاش وما تتحكمش، اذا بعد ترانزيشن انتقالي النقطه في صالح نادي الصيد 9-8 ما زالت الافضليه اهلاويه على ارض الملعب في هذا الشوط، وقلنا مباراه ممكن تطول لانه النادي الصيد عنده فرص وحظوظ انه يبقى وصيف للعام الثاني على التوالي خلف النادي الاهلي كبطل الدوري. وفي هذه اللحظات مين بقى وصل للصاله علشان يشاهد المباراه؟ النجم احد افضل اللاعبين اللي مروا في تاريخ كره الطائره العالميه بشكل عام الكابتن احمد صلاح، طبعا كابتن رجال النادي الاهلي اللي موجود النهارده ووصل للصاله علشان يشاهد هذه المباراه احمد صلاح طبعا، واللي كرم منذ شهر تقريبا انه من افضل 100 لاعب ولاعيبه مروا في تاريخ الكره الطائره العالميه من الاتحاد الدولي ليه اللعبه بالتاكيد، وده شيء يشرف الكره الطائره المصريه. ضرب حائط الصد تتلم محاوله كانت وبقوه من اربعه وهي حمدي كانت في الصوره لكن كوره تعدي سهله تتلم بصعوبه لكن جابتها بشكل اكثر صعوبه وحاولت مريم متولي انها تعديها لكن الشبكه كانت في السكه تترد مره ثانيه فرصه ثالثه بعد ترانزيشن انتقالي ضرب في حائط الصد والى خارج الملعب مريم متولي والاعداد الخلفي للاعيبه الثلاثه مش للاوبوزيت بتكون لاعيبه الاوبوزيت متاخره والسي الخلفي
ما بيكونش اللي هو الاعداد الدوبل، يعني ما بيكونش لا للعالي ولا للعيبه الاوبوزيت، ولكن لعيبه ثلاثه هي اللي بتروح بقوس صغير كده علشان تقدر انها تضرب من جهه اثنين وتستخدم حائط الصد لصالحها بالشكل المطلوب المرغوب فيه. كانت مريم متولي 10 8 افضليه اهلاويه. محاوله هنا اعداد بصعوبه والكوره ايه امامنا القرار لنادي الصيد، لانه نجلاء طلعت الحكم الثاني قالت انه لما طلعت مريم متولي مع حائط الصد لمست الكوره قبل لمست وايديها طبعا في ملعب نادي الصيد قبل لمست لعيبه الصيد، ومن ثم هناك مرور لليد من جانب لعيبه النادي الاهلي والخطا موجود. اذا النقطه 9 في صالح نادي الصيد. ارسال مسقط صحيه ندى وليد، اعداد ضرب من ساره امين 4 تتلم مره ثانيه اوت اوف سيستم، هتعديها سهله مش هتخاطر اي حمدي لان الكره مرفوعه مش من البصير مش من شروق فؤاد، كانت من مريم متولي. ضرب هنا خارج الملعب بدون تحكم بالمره، حطيتها بره الملعب بالمره. كانت امامنا هنا لعيبه الاوبوزيت في التشكيله لنادي الصيد. هدير يسري ما تتحكمش والنقطه اهلاويه على ارض الملعب. الاخطاء السهله يا استاذ جدي ممكن اللي تكلف نادي الصيد انه يخسر النهارده هذه المباراه، هو برده مش همه الخساره بقدر انه يجيب شوطين في هذه المباراه، يعني يخسر 3-2 عادي هيبقى مرتاح ومبسوط وخد النقطه من المباراه اللي هو عايزها يتفوق بيها على النادي الزمالك في ترتيب العام بالنسبه لترتيب جدول الدوري، وانجاز بالتاكيد يكون لنادي الصيد لو قدر انه يحقق في عامين متتاليين وصفه الدوري خلف النادي الاهلي. 12 10 افضليه اهلاويه على ارض الملعب مع ارسال بهديه خارج حدود الملعب بالمره. اللفه مع دوران جت مره ثانيه لاول لعبة كانت على الارسال من نقاط النادي الاهلي. شروف واد ثلاث ضربات على الشبكه فرصه لحائط الصد، محاوله هنا الاسقاط خطا موجود في لمستين، خطا فني في التعامل من بصير نادي الصيد، اذا خطا موجود ونقطه هديه في صالح الكره الطائره الاهلاويه النسويه. شروف واد بتوجه فلوتر بس السكاوتنج يقولها تحطه فين وامتى وازاي. مريم تستقبل اعداد الضرب في عمق الملعب سهله، ندى وليد شروق في السيستم تضرب تخلص اكيد تخلص اكيد تخلص المطرقه اللي في وقتها اللي توجع ملعب الصيد في هذه اللحظات. لعيبه اربعه اللي بتيجي من سته لثلاثه والستروك اللي بيتعمل ثم الضرب المتقن من جانب البرج البرازيلي الموجود في تشكيله النادي الاهلي ناتاليا فرنانديز تحط النقطه رقم 14 بفرق الاربع نقاط. يذهب النادي الاهلي متفوق مع اول تايم اوت حر مطلوب من جانب الكابتن احمد فتحي المدير الفني لنادي الصيد، محاوله انقاذ ما يمكن انقاذه لانه عارف كويس قوي قيمه كل شوط على ارض الملعب في هذه المباراه، والنادي الاهلي مش هيلعب الا على الفوز وب 3-0 ده مبدا النادي الاهلي، لانه النادي الاهلي ما خسرش ولا نقطه في مشوار الدوري في الريجولار سيزون، يعني في الذهاب والعوده في هذه المرحله مرحله التتويج، لانه الدوري هو مرحله تتويج واحده ما فيش مراحل او دورات مجمعه او هكذا. ومن ثم النادي الاهلي ما خسرش غير شوطين وكل شوط كان في مباراه منفصله، ومن ثم ما خسرش نقاط يعني ما خسرش او ما كسبش 3-2 في مباراه، يعني كل مباريات يا اما 3-0 يا اما في مباراتين 3-1، وهنقول لكم على المشوار بشكل مفصل. ضرب بقوه من اي حمدي لكن تترد، ومحاوله هنا للاسقاط في هذه المره من ساره امين لكن تترد. ضرب شروق اوت اوف سيستم مضروبه بدون تحكم لكن الضربه جهه ليلى عماد ولا تتحكم بالمره، معد نادي الصيد علشان كرة تسقط في الملعب لنادي الصيد، والضرب كان بفعالية حتى وإن كان أخطاء سهلة وساذجة من اللاعبة اللي خرجت دلوقتي مع تغيير ليلى عماد علشان تنزل إلى أرض الملعب صاحبة القميص رقم 13 المعدة الثاني في تشكيلة نادي الصيد. نهى عادل محاولة تعديل الأمر لأنها فقدت التركيز. نهى عادل أول أعداد في العالي ضرب بدون تحكم بالمرة ولا في لمس للبلوك، إذا إيديها لفت بشكل سيء للغايه لانها كانت بتلعب على اللاين او بالداون ذا لاين او جهه مركز خمسه في العمق لكن ما اتحكمتش وكانت موجوده بالتاكيد ومغطيه في العمق ندى وليد، لكن الكوره كانت بره الملعب بالمره. الوصول للسكند تكنيكال تايم اوت او الوقت المستقطع الفني الاجباري الثاني في احداث الشوط الاول من المباراه بافضليه 6 نقاط للنادي الاهلي وبيزيد وكلما مر الوقت في احداث المباراة كلما تصدر الضغط بتفوق، يعني مر الوقت بتفوق النادي الاهلي في كل شوط كلما تصدر الضغط اكبر للكابتن احمد فتحي ولاعبات نادي الصيد على ارض الملعب، لان زي ما قلنا هو فقد الفوز بشوطين في هذه المباراة من اجل وصافة الدوري. خروج لنادين زعتر ونزول للمحترفة في جامعة كانساس بالولايات المتحدة الامريكية القادمة والمتواجده مع نادي الصيد في هذه الفتره اي النادي، واحدى اهم النجمات اللي انا علقت لهم شخصيا على بطوله العالم للناشئات لو تفتكروا تحت 16 عام منذ عامين في مصر
في 2019 والحصول على المركز التاسع لو تفتكروا، ضرب لكن بفعالية حائط الصد النقطة أهلاوية. تفوق لعبات النادي الأهلي على أرض الملعب 17-10. أداء رائع وتكتيك واستراتيجية بتنفيذ رائع من لعبات النادي الأهلي على أرض الملعب. إرسال أمامنا، استقبال أي النادي، إعداد نهى عادل، الضرب من جانب كان زين العالمي، لكن دفاع أكثر من رائع من لعبات النادي الأهلي. ضرب جهة مريم مصطفى لكن تتلم، إعداد مرة تانية، محاولة ضرب حائط الصد، أي ما قرتهاش، والتغطية متأخرة كانت من شروف فؤاد. إذن النقطة في صالح نادي الصيد، يظهرنا لعبات الصيد مرة جديدة فعليا على أرض الملعب في أحداث الشوط الأول من المباراة. أي النادي على الإرسال، فلوتر موجه لكن صحية في استقبال الكرة الأولى وإن كان بصعوبة، ومرة تانية صحية مع الدفاع المنخفض، كرة تعدي سهلة. أتحدث عن ندى وليد ليبرو النادي الأهلي، تتلم سكند شانس، الصيد ضرب بقوة لكن هنا كان في لمس مع البلوك من جانب مريم، او هنا امامنا نرمين المنشاوي اعتقد هي اللي لمست في بلوك كان ثنائي ما بينها وما بين ساره امين، لكن كان في لمس والنقطه بخطا من دفاع النادي الاهلي على الشبكه لصالح نادي الصيد، النقطه رقم 12 للصيد. ما زالت على الارسال، اي النادي، استقبال امامنا فرنانديز، اعداد محاوله للاسقاط، نرمين المنشاوي ما كانتش معده بالشكل المطلوب، ودايما الاعداد يكون بره الشبكه متر واكتر يريح افضل، ولكن لما نزلت عملت تغيير في شكل نادي الصيد، اتحدث اللي كانت موجوده على الارسال واللي اسقطت الكوره بالشكل الفعال في قلب الملعب بالنسبه للنادي الاهلي، وتغلي سعر اللعيبه لما يكون عندها قدره على اختيار الزوايا والتوقيت مع القدره على التصويب بالشكل المطلوب المرغوب فيه او الضرب بفعاليه. هي النادي ثالث نقطه في وجودها على ارض الملعب وهي على الارسال دلوقتي. استقبال امامنا، اي حمدي في اربعه موجوده مع الدوران، لعبت الاوبوزيت في التشكيله الاهلاويه لكن قدرت انها تستخدم حائط الصد لصالحها مع توجيه الضرب بشكل فعال والى خارج حدود الملعب. اذا النقطه رقم 18 في صالح النادي الاهلي. ساره امين لعبت اربعه في التشكيله الاهلاويه، جايه من نادي الشمس برضو للنادي الاهلي. ضرب كره جوه ما قدرتهاش صح شروق فؤاد، ضرب كان جهه واحد باتقان بداند لاين. هنا النقطه في صالح نادي الصيد 18-14، الافضليه الاهلاويه في احداث الشوط الاول. المرشدي داليا امامنا على الارسال لكن ما تتحكمش، ارسال تخطئ فيه وتطلع مع تغيير الحره في نزول مره ثانيه لمريم مصطفى الليبرو علشان السايد اوت هيكون للصيد، ومن ثم محتاج الكابتن احمد فتحي ان يكون مريم مصطفى على ارض الملعب لاستقبال الكره الاولى وده مهم. نرمين المنشاوي على الارسال، فلوتر من الثبات توجه، استقبال كان امامنا من زين العالمي، اعداد والضرب في محاوله لكن نرمين المنشاوي رائع، او مريم مين امامنا هنا، ساره امين هي اللي عملت ديفنس منخفض اكثر من رائع. مره ثانيه ضرب حائط الصد والى داخل الملعب، زين العالمي تضرب من العالي وتخلص نقطه كان في محاوله من حائط الصد لكن تسقط خلف حائط الصد، وقراءه الديفنس ما كانش باتقان. والنقطه رقم 15 في صالح نادي الصيد على ارض الملعب. ما زالت الافضليه اهلاويه بفارق الاربع نقاط، الاهلي متفوق 19-15. فلوتر استقبال الكره الاولى، ناتاليا فرنانديز، اعداد شروق فؤاد، محاوله للاسقاط مقروءه، تتلم من البصير اوت اوف سيستم، محاوله ضرب من سته تحاول لكن ديفنس رائع منخفض من اي حمدي، وتترد مره ثانيه محاوله بتحدي على الشبكه لكن النقطه لصالح نادي الصيد بلمس الشبكه كان موجود في محاوله التعامل من جانب نرمين المنشاوي. النقطة رقم 16 يقلص الفارق لفارق الثلاث نقاط والأفضلية ما زالت أهلاوية على أرض الملعب بفارق الثلاث نقاط زي ما قلنا 19-16. مرة ثانية فلوتر، سارة أمين استقبال بصعوبة وحش قوي قوي قوي، والتوجيه بشكل متقن مع السكاوتنج اللي جاي من بره والأفكار بقى اللي موجودة، لأنه مين منى طلع حسني هي اللي بتعمل السكاوتنج أو شغالة على الداتا فوليو، ومن ثم بتقول المدير الفني، والمدير الفني بيقول مع الدوران بتاع النادي الأهلي توجه الإرسال فين ومين أكتر لعيبة مع الدوران بوقفتها مش هتقدر تستقبل بالشكل البيرفكت فيتوجه عليها، وكان ساره امين في هذه المره. تايم اوت اول حر مطلوب من جانب الكابتن حمدي الصافي، والافكار من ياسر صلاح و ايمن فؤاد المدرب العام والمدرب. ياسر صلاح طبعا هو الشقيق لمحمد صلاح وكان لاعب سابق ومدرب حالي في ناشئين نادي الاهلي، واحمد صلاح طبعا نجم النادي الاهلي والكره الطائره المصريه بالتاكيد. احمد صلاح وعبد الله عبد السلام ودوله و
واحمد سعيد ونجوم وعبد العال طبعا ونجوم النادي الاهلي على مستوى الكره الطائره للرجال، وعندهم مشوار مهم وقادم في دوري الرجال في ريجولار سيزون مرحله التتويج، وباذن الله اللقب في الجزيره. ارسال سارة امين تستقبل بشكل مميز هذه المره، اعداد في السيستم تخلص اكيد تخلص، ما خلصتش، حاطط صد يقلل من كره الكوره، تتلم من هدير، اعداد من سته تضربها بس مش بقوه كانت اي نادي، تترد مره ثانيه، محاوله السكند شانس لفرنانديز البرازيليه، محاوله هنا للضرب حطيتها باتقان لكن الكوره كانت محتاجه ظبط زوايا ما لمستش سايد لاين، ما لمستش الخط الجانبي لملعب النادي الاهلي، ومن ثم ايديها لفت بزياده كانت امامنا زين العالمي علشان تبقى النقطه لصالح النادي الاهلي. 20-17 تغييره في هذه اللحظات، خروج لشروق فؤاد ونزول للبصير الثاني في تشكيله النادي الاهلي امامنا هنا دانا شوي. تايم اوت، طلب التايم اوت الثاني الحر المحق لي بما قل ودل في محاوله برضو انقاذ ما يمكن انقاذه في هذا الشوط الكابتن احمد فتحي المدير الفني لنادي الصيد. تعليمات توجيهات زي ما قلنا بما قل ودل، محاوله لم الامور لانه حتى لو الشوط ده راح للنادي الاهلي تفكير الكابتن احمد فتحي في التعامل مع الشوط القادم وكيفيه العوده في النتيجه على ارض الملعب، في ظهور على ارض الملعب لسلمى صالح عبد الهادي، دي مترين و18 سنتي، احدى اطول اللاعبات ان لم تكن الاطول في القاره الافريقيه، وكانت الاطول في مونديال تحت 16 عام لو تفتكروا على الاراضي المصريه. تنزل في ثلاثه بلوك وضاربه وتطورت بشكل كبير جدا هذه البطله اللي موجوده على ارض الملعب اللي هتشوفوها رقم 15 سلمى صالح، ضرب في حائط الصد والى خارج الملعب، النقطه في صالح نادي الصيد، قلص الفارق لفرق النقطتين والافضليه ما زالت اهلاويه بفارق نقطتين على ارض الملعب 20-18. على الارسال زين العالمي لعيبه العالي لعيبه اربعه في التشكيله لنادي الصيد دوليه، وكثير من اللعبات الموجودات في الفرقتين طبعا يعني النادي الاهلي تقريبا كله دوليات في كل المراحل السنيه. كوره فرنانديز تضرب وبقوه من العالي في اربعه تحط الكوره في عمق الملعب في مركز سته، وقلنا دي بتضرب من اي حته، المطرقه اللي في وقتها من ناتاليا فرنانديز البرازيليه المحترفه في تشكيله النادي الاهلي اللي بتخلص النقطه رقم 21 وتعود بالفارق لفرق ثلاث نقاط على ارض الملعب، الافضليه اهلاويه. ناتاليا فرنانديز فلوتر مع التوجيه بالشكل المتقن والجامب تضرب كروس حلوه لسه بنتكلم عنها، سلمى صالح عبد الهادي قصه وحكايه وروايه، مترين و18 سنتي اطول لاعبه موجوده في الكره الطائره المصريه والافريقيه والعربيه، بره لا في كتير كده شفنا الروسيات والتركيات وحتى البرازيليات الارجنتين المنتخبات الثقيله، حتى كاس العالم الاخير اللي كان موجود في اليابان وكاس العالم غير بطوله العالم على مستوى الرجال وعلى مستوى السيدات. ارسال بدون تحكم بالمره في الشبكه موجوده من ندى مرجان، وبرده لاعيبه دوليه في المنتخبات لكن ما تتحكمش، تخطئ خطا سهل وساذج وتدي نقطه هديه مش في وقتها بالمره لصالح النادي الاهلي. 22-19 الافضليه اهلاويه. مريم متولي مثال تستقبل امامنا كانت زين العالمي، اعداد ومحاوله للضرب بقوه في العمق كانت موجوده من اي نادي، تضرب وما تتحكمش في التعامل مع ديفنس في انقاذ الكوره كانت مريم متولي، تخرج مريم متولي وتنزل في هذه اللحظات ندى وليد في التغيير الحره، والتغيير هو كل فريق ليه ست تغييرات ثابته على ارض الملعب في كل شوط لكن التغيير الحره مش محسوبه من الست تغييرات، والملاعب السته والمربعات والنادى فولي والتنفيذ على ارض الملعب والتطور في عالم الكره الطائره. استقبال امامنا فرنانديز، اعداد شروق صارت تخلص اكيد تخلص ولا اجمل طالما في السيستم والاستقبال الكره الاولى مش مبوظ الهجمه ومريحه شروق محمد فؤاد انها تعد الكره بره الشبكه بمتر واكتر علشان تسهل لساره امين انها تضرب بالشكل المطلوب المرغوب فيه داخل الملعب وتحط مطرقه جديده في مركز سته من مركز اربعه. شروق فؤاد تضرب مع الارسال، مريم استقبال اعداد ومن ثلاثه هنا تخلص لاعبة السنتر فيها تشكيلة لنادي الصيد داليا المرشدي تحط النقطة رقم 20، ولكن نقطة الشوط شوف أمامنا هنا لا في قرار وكانوا بيعترضوا لاعبات نادي الصيد لكن النقطة في الأخير أهلاوية على أرض الملعب، خطأ كان موجود مع الضرب، إذا النقطة رقم 24 في صالح النادي الأهلي، خطوة من ثلاثة يحتاجها النادي الأهلي لحسم الفوز، وهي مباراة قلنا مش التتويج لأنه النادي الأهلي توج أصلا بلقب
الدوري والدرع والذهب، لكن النهارده مباراه الختام المسك للقب الدوري ما قبل التتويج في هذا اليوم، ضرب في الشبكه والى خارج الملعب، النقطه لنادي الصيد. حلاوه روح لنادي الصيد على ارض الملعب في احداث الشوط الاول. لكن لا مأمن كابتن حمدي الصافي واللاعبات الموجودات على ارض الملعب، حتى لو فازوا بهذا الشوط والشوط الثاني لازم اللعب على انه الفوز يبقى 3-0 وبقوه في هذه المباراه، لانه لاعبات نادي الصيد عندهم خبرات وقدرات وعندهم الدافع انه يفوزوا ولو بشوطين في هذه المباراه حتى مع الخساره. نقطه الشوط الاول، لكن ديفنس موجود من مريم مصطفى، تترد مره ثانيه، سكند شانس ايه تخلص وما ترحمش وتوجع ملعب نادي الصيد بمطرقه في وقتها، تخلص وما ترحمش من خلالها، موجوده مع دوران في مركز اربعه لاعيبه الاوبوزيت في التشكيله الاهلاويه. اذا واحد لا شيء، اي حمدي تختمها في اجمل صوره، اخر كوره والشوط الاول اهلاوي 25-21. تابعينا عبر شاشه الاهلي في كل مكان، واستكمال لهذه المباراه المهمه والمنتظره في ختام دوري السيدات للكره الطائره في نسخه موسم 2020-2021، واللي حمل لقبه وكالعاده لقب العاده في كل سنه بالتفوق وبزياده، النادي الاهلي حمل اللقب بالدرع والذهب، واليوم التتويج، والتتويج بالختام المسك للتفوق على اللي حتى الان هو وصيف الدوري في الترتيب. لو الاهلي تفوق 3-0 3-1 الاهلي هو البطل والزمالك هو الوصيف والصيد يروح للمركز الثالث. بدايه احداث الشوط الثاني ومع دوران كانت شروق سايد اوت مثالي من تقليصه امامنا هنا كانت زينه العالمي علشان تحط اول نقطه من العالي في اربعه، هنا تحط الكوره جهه واحد والنقطه الاولى لنادي الصيد. دايما الصيد في اول الشوط بيبدا بتفوق نقطه نقطتين، ثم النادي الاهلي بخبرات لعباته بيقدروا يعودنا على ارض الملعب بالشكل المطلوب المرغوب فيه زي ما كان الشوط الاول، خلص 25-21 بافضليه اهلاويه على ارض الملعب. خطا مع الارسال، اولى نقاط النادي الاهلي في احداث الشوط الثاني من المباراه. وقلنا انه الصيد يكسب نقطه من هذه المباراه يعني بالاحرى يخسر 2-3 امام النادي الاهلي ياخد المركز الثاني، اي نتيجه غير كده يبقى الزمالك هو في المركز الثاني والزمالك خلص مباراته. ضرب من ايه من الاثنين في الاوبوزيت، ترجع تاني ايه حمدي، شروق في السيستم، تخلص تخلص اكيد تخلص باتقان وتقنيه عاليه، الاعداد الموزون بره الشبكه بمتر واكتر علشان تريح ناتاليا فرنانديز البرازيليه المحترفه في التشكيله الاهلاويه اللي بتضرب مطرقه في وقتها في العمق فيما بين 6-1 علشان تاتي بالنقطه الثانيه على التوالي للنادي الاهلي، وياتي التفوق الاول للنادي الاهلي في احداث الشوط الثاني. العالمي سيب الكره الاولى تترد لها مره ثانيه، محاوله لاسقاط حائط الصد، ويعني التعامل كان سلبي لولا لمسه فرنانديز ناتاليا، لكان هناك دفاع منخفض بقراءه من ندى وليد، لكن الكره اتلخفنت وتعدي وعادي. ودايما بقولها انه من حق الكبير يتدلع، لانه لعبات النادي الاهلي كبيرات ودايما متالقات وعلى الالقاب، مفيش هدوء، ودي عاده وسمه النادي الاهلي في كل الرياضات. ضرب حائط صد مره ثانيه تتلم في محاوله للضرب من اربعه فرنانديز، لكن دفاع كان موجود من لعبات الصيد، ومحاوله للضرب، ديفنس رائع وتعدي سهله، ترانزيشن انتقالي، تحدي ورالي، كره من الكرات الحلوه اللي بنستمتع بيها، لكن هنا النقطه لصالح النادي الاهلي. حتى من قبل حائط الصد كان في لمس للشبكه مع ضربه العملاق سلمى صالح عبد الهادي، كملت ايديها على الشبكه قبل ما تخلص النقطه. اذا النقطة أهلاوية، وقلنا ترانزيشن الانتقالي اللي فيه تحدي ورالي وكرة راحة جاية فيما بين الفريقين، النقطة دي لما بتتكسب لفريق على الآخر بتدي له دفع أكبر وثقة أكتر وثقة الأكبر على أرض الملعب. إرسال موجه بشكل عالي، لكن خبرة مريم مصطفى تضرب في العمق جهة خمسة، محاولة لإنقاذ سارة أمين ما بعد نرمين المشاوي، لكن كرة كانت بعيدة والنقطة في صالح نادي الصيد على أرض الملعب. إذا تعديل تقفيل لشوط ثاني مثير في بدايته على أرض الملعب فيما بين الفريقين. 3-3 على الإرسال أمامنا، قلنا 2 متر و18 العملاق ندى أو سلمى صالح عبد الهادي. هتوجه في لوتر. استقبال ناتاليا فرنانديز، إعداد شروق، تضرب تخلص ما تخلصش في محاولة للإنقاذ. وحشة قوي، تعدي سهلة، تعدي سهلة، شانس بول بالنسبة للنادي الأهلي. ندى شروق، تخليص من ثلاثة وكالعادة، تخليص من ثلاثة وكالعادة، إعداد قصير وضرب سريع كان من جانب مريم متولي البرج الأهلاوي اللي بتخلص رغم وجود حائط الصد، لكنها عندها الحل بقوة الضربة اللي ما تحكمش بلوك نادي الصيد. 4-3 الأفضلية أهلاوية. فلوتر العالمي، استقبال، إعداد خلفي أمامنا في الأوبزيت، محاولة لإسقاط مقروءة محروقة. شروق اوت اوف سيستم، لكن ايه حمدي تحاول تضرب حائط الصد يقلل من كره الكره.
سكند شانس الصيد، محاوله للضرب، صد ثيرد شانس، ماري مصطفى اعداد امامنا في محاوله للضرب وبقوه، لكن ولا اجمل الخبره صغيره السن كبيره القيمه ندى وليد ليبرو النادي الاهلي، تتلموا مره ثانيه فرصه وترانزيشن انتقالي وكالعاده في نقاط فيها تحدي بامتياز لانه بنستمتع بمثل هذه النقاط. ضرب بقوه، الخبره في التواجد في الجامعات الامريكيه، الدراسه والتدريب، وعندنا في النادي الاهلي سهيله وفي احدى اهم اللاعبات اللي خرجت من النادي الاهلي ومحترفه في الينوي شيكاغو هناك، وموجوده على فكره في الصاله النهارده بس ما بتشاركش، مش موجوده مع النادي الاهلي على ارض الملعب في السكواد، موجوده في المدرجات جايه في الاجازه حلقه حال ايا النادي. ايا النادي تخلص الضرب من اربعه في العمق جهه سته والنقطه لصالح نادي الصيد، تعديل تقفيل للشوط مره ثانيه. فلوتر ساره امين، استقبال بصعوبه، بجر اعداد ممكن تخلص محاوله اسقاط، كان لازم تضرب بشكل فيه قطريه شويه يعني من اربعه في اربعه، تحدث عنها نتاليا فرنانديز، ضرب حاطه صدي اقل من كوره الكوره، ديفنس منخفض رائع من جانب ايا حمدي، تعدي سهله، ثير شانس الصيد، محاوله للضرب لكن فرنانديز صاحيه، شروق اعداد الضرب في عمق الملعب، وحشه قوي 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 من ماري مصطفى، ما كانتش بتاعتها الحقيقه يعني، هي كانت جهه العالمي زين العالمي، تدخل من ماري مصطفى بشكل غير سليم الحقيقه، ليبرو النادي الاهلي سابقا زي ما قلنا المعاره للنادي الصيد في هذه او في هذا الموسم، قصص اهلاويه في عالم الكره الطائره المصريه، حتى لو مش موجوده في النادي الاهلي بتخرج زي ما قلنا على اللعيبه اللي موجوده على ارض الملعب، بالتاكيد نرمين المنشاوي مش موجوده في السته الموجودات على ارض الملعب لكن شفناها في الشوط الاول وفي روتيشن بيحدث على ارض الملعب، لكن ذهبت لنادي سبورتنج السكندري. وبالمناسبه على سيره سبورتنج، بيلعب مباراه دلوقتي مع نادي الشمس، والمباراه موجوده في نفس التوقيت في السادسه مساء هناك في ملعب الشمس في القاهره. ضرب مع حائط صد مشروخ، النقطه في صالح النادي الاهلي، 6 5 الافضليه تعود اهلاويه على ارض الملعب في احداث الشوط الثاني. ماري متولي على الارسال، هتوجه فلوتر، استقبال العالمي، اعداد مره ثانيه تضرب لكن بقوه موجوده بالديفنس كانت ماري متولي، كره ايا شامي، ضرب في الحد الاعلى الشبكه، لمسه رابعه، لان الكره ما لمستش البلوك، لو لمست بس بملي ايد احدى لعبات البلوك اللي كانت موجودات من نادي الصيد يتجدد زي ما بيقولوا في الباسكت زمن الهجمه اللي هو من 24 ثانيه 14 ثانيه، او في عالم اليد لما تضرب الكره في الحارس مع الهجمه لو طال زمنها وفي لعب سلبي او في القائمين والعارضه يقول لك اتجدد زمن الهجمه، هنا ما اتجددش لان بقت فيها لمسه رابعه تفسد الهجمه، خطا مع الارسال والنقطه سبعه في صالح النادي الاهلي، 7-6 الافضليه اهلاويه على ارض الملعب. مع الدوران وصلت شروق فؤاد للارسال في هذه اللحظات، فلوتر متوجه العالمي، استقبال بصعوبه، تترفع تعدي سهله من العالمي مره ثانيه، ساره امين اعداد موزون تخلص، اكيد تخلص المطرقه اللي في وقتها اللي توجع مره جديده الملعب في نادي الصيد، والنقطه اهلاويه النقطه رقم 8 بفارق او الكسر بفارق النقطتين الوصول للفيرست تكنيكال تايم اوت، الوقت المستقطع الفني الاجباري الاول في احداث الشوط الثاني بافضليه اهلاويه 6-6 لصالح النادي الاهلي، والتخليصه من اي حمدي الشامي المطرقه وكالعاده من الاوبوزيتس وتالقها وبزياده، شفناها لا قدر الله ربنا يبعد عنها شر الاصابات، لكن في امم افريقيا على الاراضي المصريه في 2019 اصابتها كلفتنا الوصول للمركز الرابع لانها قوه عظمى على ارض الملعب موجوده في الكره الطائره المصريه النسويه. البطوله كانت للنسيان بالنسبه لمنتخبنا الوطني، امم افريقيا اللي كانت على الاراضي المصريه، كاميرون اول، كينيا ثاني، والسنغال ثالث، ومصر كانت رابع في هذا المونديال الافريقي. الكابتن نور عطيه هو اللي كان المدير الفني، ويعني بطوله للنسيان في اختيارات اللاعبات وفي المستوى الفني اللي قدم بالتاكيد. ماشي. سيبال امامنا كان اي نادي، اعداد ضرب في عمق الملعب، النقطه لصالح نادي الصيد من جانب هدير يسري. اوبوزيت نادي الصيد تخلص النقطه جهه مركز واحد. 7-8 وما زالت الافضليه اهلاويه على ارض الملعب في احداث الشوط الثاني، الشوط الاول كان انتهى 25-21. ساره امين السبال، اعداد شروق، تتلم العالمي، تضرب الكره لكن محتاجه ضبط زوايا في هذه المره خارج الملعب بالمره، حطيتها في المدرجات بره او في الاعلانات، ما فيش اعلانات الناحيه دي في الشبكه بتاعت الهاندبول،
9-7 الأفضلية أهلاوية، يعود التفوق بالكسر بفارق النقطتين في هذه اللحظات. سارة أمين على الإرسال، فلوتر مع الجامب ما تتحكمش في الشبكة، خطأ سهل، النقطة الثامنة في صالح نادي الصيد على أرض الملعب. سبعة وثلاثين لقب لنادي الأهلي أو لسيدات النادي الأهلي في الدوري بلقب نسخة هذا الموسم، وقلنا من جولتين حسم الأمر باللقب والدرع والذهب. ضرب بدون تحكم، فيها لمس ما فيهاش لمس، القرار لصالح نادي الصيد، كانت بتطالب بلمس. أمامنا كانت ناتاليا فرنانديز اللاعبة البرازيلية المحترفة في التشكيلة الأهلاوية مع الضرب من عندي كده وأنا موجود في الملعب، إنها ما لمستش البلوك الحقيقة، وكان قرار سيادي من جانب نجلاء طلعت الحكم الثاني، وما بعدها تغريد خطاب اللي ليها القرار الأول والأخير على أرض الملعب. زين العالمي استقبال أمامنا فرنانديز، إعداد آية شامي تضرب الضرب القطري من الأوبوزيت جهة ستة، لكن دفاع منخفض من نادي الصيد، مرة ثانية تترد، محاولة للإسقاط تتلم شروق، إعداد أوت أوف سيستم، لكن تضرب وتخلص وما ترحمش هذه المرة المطرقة اللي في وقتها اللي توجع من خلالها ولا مرة جديدة. ملعب نادي الصيد هذه المرة فوقان وروقان وظبط زوايا وإتقان وتقنية عالية في التصويب من العالي، كانت أمامنا ناتاليا فرنانديز. 10-9 الأفضلية تعود أهلاوية على أرض الملعب في أحداث الشوط الثاني. قلنا مباراة هتطول نسبيا هتطول، بس في الأشواط يخلص الأهلي 3-0 طبيعي ومنطقي وعادي جدا حتى وإن كان هناك دافع لنادي الصيد. حمل للكرة، خطأ فني في التعامل، وده الخطأ الفني السهل اللي بيرتكب في أحداث الشوط الأول والثاني في المباراة ككل حتى الآن من لعبات نادي الصيد، مرة مع الإعداد لمستين ومرة حمل للكرة والاثنين مع اللمسة الثانية، لأنه الهجمة كلها ثلاث لمسات. استقبال أي نادي، إعداد خلفي كان موجود وضرب جهة خمسة، لكن إرميني منشاوي تتراد الكرة، سكند شانس أوت أوف سيستم في متناول حائط الصد دي. أيوه أيوه، ما من قبل ما تخلص ما تجيش غير كده، لأنه طالما أوت أوف سيستم مريم مصطفى ما عندهاش القدرة على التعامل بإعداد موزون أو بإحساس عالي في إعداد الكرة. كليبرو فيها التشكيلة بالنسبة لنادي الصيد، ومن ثم رفعتها بجر ما فيهاش إحساس وتدي أدفانتج أو ميزة أكبر لحائط الصد، وكانت سهلة ولمستها اللمسة المطلوبة علشان تخلص الكرة ناتاليا فرنانديز في سكتها. الكسر يأتي بفرق ثلاث نقاط، أفضلية أهلاوية 12-9. نرميني المنشاوي على الإرسال في هذه اللحظات، فلوتر من ثبات توجه مريم مصطفى، استقبال أمامنا، إعداد ليلى عماد اللي نزلت مرة جديدة كمعد في تشكيلة نادي الصيد بعد ما تعبت شوية وأداها كان سلبي شويتين ثلاثة. نهى أعاد ضربة هذه المرة بفعالية من نادي الصيد، التقليص للنقطة رقم 10 والتقليص يعود وبفارق النقطتين الأفضلية لصالح النادي الأهلي. خروج لسلمى صالح عبد الهادي البرج في نادي الصيد ونزول أمامنا هنا للعبة رقم 8 في التشكيلة لنادي الصيد، رنا عبد الحليم وهي الكابتن والقائد زيها زي نهلة سامح، الاثنين رقم 8 في تشكيلة الأهلي والصيد والاثنين الكباتن والاثنين يلعبنا في مركز 4 بنون النسوة عشان ما يزعلوش مننا، بيلعبنا في مركز 4 ماشي. إعداد ضرب من السريع ولا أجمل تكتيك معمول زي ما الكتاب بيقول مع التفاهم والانسجام والربط والتخليص عالي الجودة من مريم متولي بإعداد كان من شروق فؤاد. رسمة تكتيكية تخلص بشكل ذكي، تكتيكية ذكية مع الدوران تشوف البصير فين واللفة موجودة ازاي وهترسل ازاي اي حمدي علشان الاعداد هيكون فين وازاي وامتى، والتخليص من اي النادي في هذه المرة. في مثل هذه الكرات في المعظم لانه مع الدوران اي النادي هي اللي عليها العين انها تضرب، فدايما اللاعب المرسل او اللاعب المرسله في النادي الاهلي توجه الارسال عليها علشان ما يتحكمهاش قوي او ما تريحهاش ما بعد استقبال الكره الاولى انها تاخد الكره الثالثه مع الضرب. ده في الدادا فولي وكيفيه التعامل مع الارسالات واللفه بالدوران مع الفريق الغريم. ضرب بقوه من فرنانديز ناتاليا، لكن دفاع منخفض رائع من لاعبات نادي الصيد. مره ثانيه دفاع موجود، اي حمدي شروق ضرب سهله من ساره الموجوده في سته لعبت اربعه في التشكيله الاهلاويه. مره ثانيه محاوله للاسقاط، لكن ديفنس رائع والكوره تعدي سهله لكن بره الملعب من مريم متولي. اداء دفاعي يذكر ويشكر من مريم متولي وشروق فؤاد، والديفنس الرائع حطت ايديها تحت الكوره علشان ما تلمسش الارض بدفاع اكثر من رائع، مرونه بدنيه وذهنيه وفنيه بشكل مثالي من مايسترو النادي الاهلي اللي موجوده على ارض الملعب شروق محمد فؤاد. دوليه وعندها خبرات وقدرات وبطولات والقاب حدث ولا حرج. ضرب دفاع موجود تعدي سهله، تشانس بول بالنسبه للنادي الاهلي في السيستم ما تخلصش، حائط الصد يقلم كره الكوره. ليلى عماد محاوله هنا للاسقاط ما تعديش مش على عدلتها اي النادي، ضرب بقوه
ضرب بقوه مره ثانيه، ظهور بفعاليه من جانب ناتاليا فرنانديز البرازيليه المحترفه في التشكيله الاهلاويه، تخلص من اربعه في عمق الملعب ما بين خمسه وسته، والنقطه في صالح النادي الاهلي 14-12. ما زال الكسر حاضر بفرق نقطتين وسايد اوت للصيد في هذه اللحظات. هتوجه بره 13-14، ما زالت الافضليه اهلاويه على ارض الملعب. اي نادي على الارسال؟ قلنا محترفه في جامعه كانساس بالولايات المتحده الامريكيه كلاعبه كره طايره وكلاعبه بتدرس كمان هناك زي عندنا في النادي الاهلي سهيله وفيق. استقبال وعدم قراءه، يعني كان في لخفنه كده في مين يستقبل الكره الاولى. تعدي تعدي من حق الكبير يتدلع، لكن الاهم في النقاط الهامه والحاسمه ما يكونش في دلع بالمره، يكون في تركيز عالي مع تقليل الاخطاء. ارسال خارج حدود الملعب هذه المره من اي النادي. 15-14، تعود الأفضلية أهلاوية في أحداث الشوط الثاني من المباراة. نزلت نرمين المنشاوي في تغيير الحرة بدلا من ندى وليد، لأنه محتاج النادي الأهلي كان حائط الصد بفعالية. خرجت مريم متولي ونزلت مرة ثانية ندى وليد علشان السايد أوت هيكون أهلاوي بعد النقطة اللي كانت بره مع الإرسال، ومن ثم محتاج استقبال الكرة الأولى بشكل فعال حمدي الصافي والتركيبة التكتيكية علشان تبقى الكرة الأولى مهمة من أجل بناء هجمة سليمة توصل الكرة عند شروق بإتقان، ومع الإعداد المتقن يبقى في ضرب بتقنية عالية. خلصت بأريحية. خطأ في التعامل هذه المرة مع الإرسال من جانب رنا عبد الحليم علشان يبقى الوصول للسكند تكنيكال تايم أوت أو الوقت المستقطع الفني الإجباري الثاني في أحداث الشوط الثاني بأفضلية أهلاوية بفرق النقطة الواحدة 16-15. واحد وعشرين من 21، ده بالنسبة لعدد مباريات النادي الأهلي في ريجولر سيزون حتى الوصول لتتويج. 21 مباراة ب21 فوز، مباراتين فقط خسر فيهما شوط وشوط، والعلامة الكاملة 63 شوط و63 نقطة والأفضلية أهلاوية. نادي الصيد وطبعا اللقب بالدرع والدهب، نادي الصيد 21 مباراة 18 فوز وثلاث هزائم، منها هزيمه الدور الاول امام النادي الاهلي 0-3. ولا احلى ولا اجمل، رائع في السكاوتنج اللي جاي من بره وتنفيذ التعامل من جانب شروق محمد فؤاد المايسترو الاهلاوي. تضع الارسال المسقط، قراءه جيده لتمركز لاعبات نادي الصيد وتوجيه الارسال بالشكل الفعال الفعال. ايس كان موجود لصالح النادي الاهلي، اعداد امامنا من 3 تخلص وكالعاده رفعلها الكوره بشكل متقن، ودي ميزه ليلى عماد لما بتبقى في حالتها، انها عندها لاعبه طويله القامه 2 متر و18، فلازم تلعب لها الكوره بره الشبكه بمتر واكتر. اتحدث عن سلمى صالح عبد الهادي، وكمان اعلى من قدراتها على الجامب، ومن ثم الاحساس في اللمسه بعلو الكوره يكون مظبوط علشان يريحها زي ما ضربت دلوقتي. ضرب ولا اجمل موجوده هنا في 4 مع الدوران، لاعبه الاوبوزيت في التشكيله الاهلاويه المحترفه الحقيقيه في الكره الطائره المصريه آية حمدي الشافي، متأسسة صح في عالم الكرة الطائرة النسوية هذه البطلة الأهلاوية. تضرب من 4 في عمق الملعب فيما بين 6 و1 وتخلص النقطة رقم 18. الكسر حاضر بفارق نقطتين، ظهور أول على أرض الملعب لكابتن وقائد النادي الأهلي نهلة سامح عبد القادر، بطولاتها بعدد ألقاب وبطولات أندية كبيرة مش بس في مصر وخارج مصر، عربية وأفريقية، دي هي لوحدها بس. نهله سامح عبد القادر لاعبه العالي، لاعبه 4 فيها التشكيله الاهلاويه. اول ارسال موجود على مريم متولي، وياما مريم او مريم مصطفى، وياما ياما مريم مصطفى ونهله سامح شالوا القاب وارقام بره وجوه مصر. ضرب بعد ترانزيشن انتقالي، النقطه في صالح نادي الصيد. سلمى صالح والافكار التكتيكيه، ودلوقتي بتاخد تعليماتها من جانب الكابتن احمد فتحي في كيفيه التعامل مع التكتيك والاستراتيجيه واستغلالها من مركز 3. العالمية زينة، خطأ موجود. 18-18، استقبال الكرة الأولى، وقلنا مهم التركيز على استقبال الكرة الأولى من أجل بناء هجمة مطلوبة أو مرغوب فيها بالشكل المتقن. يعني أهم ما في السايد أوت إن تستقبل الكرة الأولى بشكل فعال، هتريح الهجمة. مرة تانية استقبال
نهله لسه بتخش في اجواء المباراه شويه بشويه، هتبقى في استقبال الكره الاولى مثاليه وفي الضرب بفعاليه. المره دي الضرب في حائط الصد والى خارج حدود الملعب، النقطه اهلاويه. ياتي التفوق من جديد على ارض الملعب في شوط مقفول، ايكوال جيم فيما بين الفريقين. وحمدي او احمد فتحي عارف كويس قوي قيمه هذا الشوط للعوده في النتيجه على ارض الملعب. 19 18 متولي او مين امامنا هنا، نرمين مش هيل تلعب ارسال ضرب كره بره فيها لمس ما فيهاش لمس، بتطالب باللمس لكن قالت لا وما عندناش هنا التشالنج او التحدي اللي موجود في بطولات العالم وكاس العالم والالعاب الاولمبيه وبطولات الاوروبيه وهكذا. تايم اوت مطلوب من جانب الكابتن احمد فتحي، حر محق لي في احداث الشوط الثاني من المباراه. 20 18 اخذ الكسر، قلق شويه الكابتن احمد فتحي عايز ما يخليش النادي الاهلي يكسب الثقه وياخد الكسر بشكل اكبر على ارض الملعب في احداث الشوط الثاني. شوط مهم وعايز يقفله ويقرب ليه، ليه لا يخطفه، لانه محتاج زي ما قلنا من هذه المباراه حتى لو خسر شوطين من اجل نقطه في الترتيب العام ويبعد عن النادي الزمالك علشان ياخد المركز الثاني والعام ثاني على التوالي خلف النادي الاهلي. كلها امال وطموحات وحقه ان هو يشتغل على كده، لكن حمدي الصافي ولاعبات النادي الاهلي حقهم ان هم يفكروا في انه يعززوا الشوط الاول 25 21 بشوط ثاني وثالث ويخلصوا بافضليه اهلاويه 3 لاشياء علشان يختموها بقوه وعين حمراء للموسم الجديد واللي جاي، انه الاهلي يهد ويسد امام اي حد. ايسا موجود، المنشاوي نرمين المنشاوي، قصه وحكايه وروايه في النادي الاهلي وبره النادي الاهلي ورجعت للنادي الاهلي. ايس كان موجود، توجه على مريم مصطفى، استقبال امامنا بجر ليلى عماد، محاوله للضرب تاخد ايد حاطه صد والى داخل الملعب الاهلاوي، ضرب موجود من العالي اي النادي تخلص النقطه رقم 19 21 19 الافضليه اهلاويه على ارض الملعب. ارسال فلوتر امامنا، استبال محاوله للعب السريع لكن مقروء، لازم يكون في مرونه تكتيكيه لانه باين مع اللفه والشكل العام بالنسبه لوقفه لعبات النادي الاهلي مع استقبال الكره الاولى انه يا للسريع يا للعالي، خيارين اما لناتاليا فرنانديز، وناتاليا فرنانديز استقبال الكره الاولى فغالبا شروق فؤاد هتلعب للسريع مع وجود مريم متولي. كان مقروء وحائط الصد كان ليه فعاليه في هذه المره من نادي الصيد لكن خطا في ارسال كان من جانب سلمى صالح عبد الهادي علشان تبقى النقطه رقم 22 في صالح النادي الاهلي. تخرج شروق ونزول لدانا، دانا شوقي البصير الثاني في تشكيله النادي الاهلي تاخد دورها على ارض الملعب بدلا من شروق فؤاد. دايما مع اخر نقطتين ثلاثه في كل شوط بيكون الروتيشن ده بيحصل من جانب الكابتن حمدي الصافي. ضرب المنطقه الدفاعيه خد حائط الصد، قوه الضربه مع حائط الصد ما حكمتش ديفنس النادي الاهلي او بالاحرى نقله سامح عبد القادر. نقطة مع فعالية الضرب من ستة لعيبة أربعة اللي جاية من ستة لثلاثة، الظهور لزينة العالمي. معرفش ليها علاقة بالمخرج الراحل الكبير بالتأكيد يحيى العالمي أو كريم العالمي نجم التنس المغربي السابق طبعا والمعلق الزميل بالتأكيد في خارج مصر ولينا صولات وجولات في الجراند سلام حتى في عالم التنس. ماشي. خطأ موجود، العودة في النتيجة لنادي الصيد 22 22. تقلق النتيجه دي بس تقلق مين اكتر؟ الجهاز الفني لنادي الزمالك اللي بيتابع هذه المباراه عن كسب. ارسال امامنا نهله سامح، ايديها مالت مع الاستقبال بذراعيها بالبجر ولازم يكون استقبال موزون ومحسوب. النقطه رقم 23 في صالح نادي الصيد وتايم اوت في وقته، ولسه كنت هقول عليه انه ياخد التايم اوت دلوقتي. الكابتن حمدي الصافي 23 22 افضليه لنادي الصيد، وقلنا نادي الصيد محتاج شوطين من هذه المباراه حتى لو خسر 2-3 يكسب النقطه اللي محتاجها في ترتيب جدول الدوري علشان يبعد بفرق النقطه الواحده لانه متعادل في عدد النقاط مع نادي الزمالك ومن ثم فوزه بشوطين في هذه المباراه، اذا نقطه في الترتيب، اذا الوصول للمركز الثاني. وبرده نتيجه الشمس وسبورتنج اللي حاضره دلوقتي عليها عين على الترتيب لكن ده ما يخصناش، الاهلي كده كده البطل. ومين بقى صاحب المركز الثاني والثالث خلف النادي الاهلي؟ ارسال امامنا فلوتر، استقبال الكره الاولى بصعوبه، محاوله هتعدي سهله، نهله سامح. شانس بول، اعداد ليلى عماد، الضرب حائط الصد والى داخل الملعب الاهلاوي، ضرب بالخبره من اي نادي وحائط الصد ما كانش مقفل مش الايد من بره لجوه بالشكل المطلوب المرغوب فيه من
ناتاليا فرنانديز ومريم متولي علشان يبقى حائط صد او بلوك فعال. تخرج نانا سامح معلش عادي وتعدي، ما دخلتش بشكل قوي في اجواء المباراه مع نزولها مع اخطاء سهله وساذجه، لكن تعدي بالتاكيد من نانا سامح عبد القادر لعبة كبيره. نزول لشروق فؤاد كبصير وعوده من جديد لساره امين كلاعبه اربعه في التشكيله الاهلاويه. هنا النقطه رقم 25. اذا 25 22 بيس كان موجود بمساعده الشبكه. الشوط في صالح نادي الصيد بعد شوط اول كان اهلاوي 25 21، شوط ثاني لنادي الصيد 25 22 ولسه المباراه على ارض الملعب. اذا العوده من جديد مره اخرى مشاهدينا متابعينا عبر شاشه الاهلي في كل مكان وبدايه احداث الشوط الثالث من مباراه القمه بالنسبة للدوري والختام لدوري الكرة الطائرة للسيدات نسخة موسم 2020-2021 ما بين النادي الأهلي ونادي الصيد. في بداية أحداث الشوط الثالث بعد شوط ثاني كان لصالح نادي الصيد 25-21 أو شوط ثاني لنادي الصيد 25-22 وشوط أول لنادي الأهلي 25-21 تعادل موجود شوط لشوط وبداية أحداث الشوط الثالث في هذه المباراة وفي 1-1 في النقاط. بدايه الدوران مع النادي الاهلي شروق فؤاد ارسال امامنا مريم مصطفى كان استقبال واعداد لكن ديفنس من النادي الاهلي حاضر. كوره تتضرب مريم مصطفى في محاوله هنا ليلى عماد اعداد الضرب لكن ديفنس رائع من ناتاليا فرنانديز. محاوله مره ثانيه كوره تعدي سهله تتضرب من السكند بول لكن موجوده صاحيه واعيه فاهمه وعارفه بتعمل ايه في مكانها كاليبرو فيها التشكيله الاهلاويه ومع الدفاع المنخفض كانت بتحاول لكن ما اتحكمتش في الترانزيشن انتقالي وتحدي ورالي من جديد ندى وليد وادائها الدفاعي الرائع الحقيقه سواء استقبال الكره الاولى او الدفاع المنخفض لكن هذه المره تعدي. النقطه الثانيه لصالح نادي الصيد على ارض الملعب 2-1 افضليه للصيد. العالمي زينه رسالة امامنا ساره امين استقبال الكره الاولى اعداد شروق الضرب في حائط الصد والى خارج الملعب. الحلول اللي موجوده عند ايه الشامي لاعبه الاوبزيت في التشكيله الاهلاويه مع الدوران موجوده في اربعه تخلص وما ترحمش مع استعمال حائط الصد لنادي الصيد لصالحها في هذه اللحظات. 2-2 تعديل تقفيل للشوط الثالث من بدايته على ارض الملعب. طبعا زي ما احنا عارفين اول وثاني وثالث ورابع من اشواط كلمه السر في النقطه رقم 24 وما بعدها بالكسر يعني 25-23 لو تعدوا 24-24 نكمل ان شاء الله 198 المهم يكون في كسر بفرق النقطتين. الشوط الخامس لا ده شوط فاصل وحاسم بيتبدل الملعب ما بعد النقطه رقم 8 فيما بين الفريقين بدون تكنيكال تايم اوت وبيكون 15 نقطه بس. خطف الارسال من هنا خطف الارسال من هناك 3-3 تعديل تقفيل للشوط الثالث من بدايته مره ثانيه على ارض الملعب بعد شوط ثاني كان متقفل بزياده واخطاء سهله وساذجه في ختام الشوط من لاعبات النادي الاهلي استغلها لاعبات نادي الصيد ومن ثم خلصوا الشوط 25-22. ضرب في حائط الصد لكن شروق اوت اوف سيستم هتعدي سهله من المنطقه الدفاعيه ساره امين سيبها الأمامنا هدير اعداد الضرب من السريع لكن ما تتحكمش حاطه صد يقل من كتل الكوره مره ثانيه مريم متولي اوت اوف سيستم هتحاول تعديها بشكل ما فيهوش تحكم بالمره. ناتاليا فرنانديز عدتها بشكل سهل وخارج الملعب في البنش لنادي الصيد. اذا النقطه الرابعه لنادي الصيد في احداث الشوط الثالث 4-3. هدير يسري على الارسال لاعبه الاوبزيت استقبال ضعيف وفي الشوط الثاني وبدايه الشوط الثالث مشكله النادي الاهلي في استقبال الكره الاولى. وساره امين من اللاعبات اللي ما بتستقبلش الكره الاولى مع الفلوتر بالشكل العالي قوي يعني متوسط مش هقول بيرفكت في الداتا فولي لكن متوسط ومش ضعيف لكن متوسط برضه. عندنا مين في الرجاله؟ احمد سعيد في السبايك يستقبل بيرفكت في الفلوتر يعاني شويه على مستوى الرجال لكنه ضارب هو افضل ضارب في القاره الافريقيه في بطولتي افريقيا 18 و19 20 ما شاركناش. وكان الزمالك وصفها طبعا على مستوى الرجال اتحدث. كوره هيا حمدي ولا اجمل تشغل هجوم النادي الاهلي من الاوبوزيت تخلص وما ترحمش الضربه القطريه المثاليه من 2-1 تعذب الملعب لنادي الصيد تحط النقطه الرابعه والافضليه ما زالت لنادي الصيد بفارق النقطه الواحده 5-4. ايه على الارسال بتوجه فلوتر بس الاهم الكلام اللي جاي من بره يقولها وجهها على مين وفين وامتى وازاي مع لفه البصير والوقفه للاعبات نادي الصيد. المره دي تستقبل باتقان زينه العالمي والاعداد موزون وحائط صد مشروخ تنزل الكره تحت قدمي ثنائي حائط صد مريم متولي وشروق فؤاد البصير بالنسبه للنادي الاهلي علشان تبقى النقطه السادسه والكسر حاضر بفرق نقطتين. وقلنا الصيد العين على
نقطة من هذه المباراة والشوطين، العين على الشوطين. خطأ موجود من المحترفة خارج حدود الصيد بدراسة في الولايات المتحدة، لكنها موجودة في مصر فمن حقها انها تشارك، لكن لانها على قوة نادي الصيد وفي السكواد في هذا الموسم. اي نادي تخطئ، وقليلا ما تخطئ، ما فيش حد ما بيخطئش، لكن قليلا ما تخطئ. لعبة مؤثرة ومهمة، كرة تعدي سهلة بعد دفاع رائع من مريم مصطفى لنادي الصيد. محاولة الاسقاط مرة جديدة، مريم مصطفى دفاع بخبرات السنين مع النادي الاهلي، تعدي سهلة، ثير تشانس، الفرصة الثالثة، اهلاوية تضرب بكرة بس مش من اللي هي، لانه الدفاع كان موجود من اي نادي. ضربة مرة تانية من اربعة، لكن ولا اجمل، ندى وليد ضرب في حائط الصد والى خارج الملعب من يدي داليا المرشدي. السنتر فيها تشكيلة لنادي الصيد، لكن اتعاملت معها بالشكل المطلوب المرغوب فيه. ناتاليا فرنانديز والضرب الفعال، اذا النقطه رقم 6 عوده بنقطتين متتاليتين لصالح النادي الاهلي. فرنانديز سيبال مريم مصطفى بصعوبه، اوت اوف سيستم، محاوله الاسقاط ولا اتحكمت بالمره. دي ما فيهاش بقى خبرات دراسه في الجامعات الامريكيه ولا احتراف ولا مشاركه حتى في الجامعات الامريكيه وهي مستوى او ليفل عالي بالتأكيد، لكن المرة دي فكرت أكتر من تفكير، إما الضرب من المنطقة الدفاعية بشكل فيه قوة ومخاطرة، أو إنها تسقط الكرة لا ده ولا ده، حاولت إنها تسقط الكرة لكن ما اتحكمتش. تايم أوت مطلوب من جانب الكابتن أحمد فتحي كتايم أوت حر أول ليه محق في أحداث الشوط الثالث. طيب حد يسأل يقول لك إنه فاضل نقطة على الفيرست تكنيكال تايم أوت، أه هو مقصود على فكرة، هو مقصود إنه ياخد اتنين تايم أوت متتاليين، وهقول لكم ليه في وقتها، ده اللي متعمق قوي في عالم الكرة الطايرة بيبقى عارف الموضوع ده. لكن ماشي، كابتن احمد فتحي وخياراته لاوقات التايم اوت، وده تفوله حتى تتنبهه في كتير من الاحيان بس على اكثر عمقا. يعني ضرب من العالمي، محاوله شروف فؤاد، ضرب هو يعني فيها كلام وعليها كلام، لكن في الاخير القرار سيادي ولا رجعت فيه. الكلام هنا هيكون موجود مع الحكم الثاني الكابتن نجلاء طلعت وتغريد خطاب اللي ليها قرار السيادي، لانه كان بيطالبه بلمستين على شروق فؤاد في محاوله حائط الصد. واعتقد ان نجلاء هتتكلم مع تغريد، وفي الاخير قد يكون في قرار بالعوده من الفيرست تكنيكال تايم اوت اللي احنا وصلنا له دلوقتي. هنشوف امامنا القرار الاخير لحكمتي المباراه الاولى تغريد خطاب والثانيه نجلاء طلعت في التحدي اللي كان موجود على الشبكه، والقرار اللي موجود على ارض الملعب. 8-6 النتيجه لغايه دلوقتي هي رسميه، بس قد يكون فيها عوده على ارض الملعب. وفي الاخير الاهم اللي يضحك في الاخر، وننتظر تفوق لعبات النادي الاهلي في احداث هذا الشوط والشوط الثالث كمان علشان نخلص 3-1 والعلامه الكامله والصداره عن جدار دون فقدان اي نقطه في ترتيب نقاط ريجولر سيزون والتتويج بالنسبه للنادي الاهلي، لانه النادي الاهلي بمباراه النهارده فقط اتحسبت لصالح نادي الصيد، بقى فيها اربع لمسات في التعامل مع الكره الاخيره، بقت 7-6. يعني فيرست تكنيكال تايم اوت اللي احنا رحنا له ده ما اتحسبش، رجعنا للنتيجه، او بقت 7-7 النتيجه دلوقتي على ارض الملعب، ما بقتش 8-6، بقت 7-7، رجعت النقطه زي ما قلت. ومن البدايه كان واضح ان هيبقى في عوده في القرار بعد استشاره نجلاء طلعت تغريد خطاب، او تغريد استشاره يعني نجلاء طلعت. فلوتر امامنا كان رنا عبد الحليم، استقبال واعداد وضرب متقن، اذا هذه المره فعليا ورسميا الوصول للفيرست تكنيكال تايم اوت، او الوقت المستقطع الفني الاجباري الاول في احداث الشوط الثالث من المباراه. افضليه اهلاويه بفرق النقطه الواحده، عليهم انه ياخدوا الكسر بنقطه واثنين وثلاثه ويستغلوا الفرص ويرفعوا من معدل التركيز ويقللوا من معدل الاخطاء علشان يكون هناك هيمنه على الشوط اللي هو كالعاده بالنسبه للنادي الاهلي ولعبات النادي الاهلي، يركبوا وما ينزلوش، وده الطبيعي في كل المباريات حتى بما فيها مباراه الصيد في الدور الاول، مباراه 3-3 في ملعب الصيد. ثلاث اشواط خسرها النادي الاهلي في مشوار السيزون حتى قبل مباراه اخيره بنتابعها النهارده. ماري متولي مع دوران على الارسال في هذه اللحظات، هتوجه فلوتر. سبال العالمي، اعداد امامنا، ليلى عماد محاوله للضرب مع الاعداد القصير والضرب السريع لكن ما تتحكمش، سلمى صالح مع قراءه حائط الصد، هنا محاوله انقاذ تيجي ما تجيش، تيجي ما تجيش مع البلوك ومحاوله الانقاذ، لكن النقطه اهلاويه في الاخير. 9-7
اخذ الكسر، ده اللي بتكلم عنه، البناء على الكسر، مفيش تهاون واطمئنان للنتيجه، وده اللي حصل في الشوط الثاني مع التغييرات، وما كانتش موفقه الى حد كبير. نقله سامح وما دخلتش في اجواء المباراه مع فوقان لاعبات نادي الصيد. كوره محاوله لاسقاط حلوه 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 من هنا لبكره ولا اجمل. قلنا وقلت من زمان دي المحترفه الحقيقيه في الكره الطائره المصريه ايه حمدي الشامي، تخلص الاسقاطه باتقان وتقنيع عاليه. ماري متولي ما زالت على الارسال، 10 7 خدوا الكسر وبداوا يبنوا عليه. افضليه اهلاويه على ارض الملعب، متولي توجه جهه العالمي، المره دي ما تتحكمش، لعبت اربعه اللي موجوده في سته. كانت متاخره بالمربعات والداتا فولي المفروض تبقى عارفه وقفتها فين وامتى وازاي مع الدوران، لكن كانت محتاجه خطوه او اتنين للامام علشان تتحكم في استقبال الكره الاولى، والمفروض هي خبره ومحترفه اتحدث عن ايه النادي. ما اتحكمتش، استقبل استقبال ضعيف بقيس كان موجود، لكن هذه المره مريم متولي تضرب ارسال بدون تحكم بالمره علشان تهدي النقطه رقم 8 في صالح لعبات نادي الصيد على ارض الملعب. ليلى عماد على الارسال، في ثلاث ضربات على الشبكه دلوقتي، يعني في بلوك ممكن يكون فعال للعبات نادي الصيد. توجه ليلى عماد، استقبال امامنا، عدد ضرب في حائط الصد ما كانش فعال، لان ساره عندنا اكثر فعاليه في الضرب من العالي، هنا امامنا كانت ساره امين تستخدم البلوك لصالحها، توجه الكره الى خارج حدود الملعب، والنقطه رقم 12 في صالح النادي الاهلي. شروق سبال ماري مصطفى، اعداد امامنا ليلى عماد، محاوله الضرب السريع من جانب سلمى صالح، لكن اصبح اسلوبها بالتكتيك ده محروق، لانه حائط صد النادي الاهلي اصبح اكثر قراءه لهذا التكتيك. اوت اوف سيستم المنشاوي، ضرب ايه في السيستم او غير سيستم، ايه بتعرف تضرب ضربات موجعه في ملعب اي غريم، المره دي الضرب من العالمي بشكل مطلوب مرغوب فيه الحقيقه من جهاز وجمهور والمريدين واسر اللاعبات اللي موجودات وبكثافه النهارده من نادي الصيد، لانهم عارفين قيمه هذه المباراه وقيمه على الاقل شوطين في هذه المباراه. وصافه الدوري خلف النادي الاهلي في موسمين متتاليين، والكاس كمان كان وصيف في نسخه العام الماضي، ده انجاز بالنسبه لنادي الصيد في المشروع المعمول لسنوات قادمه. كوره بلوك معمول بشكل متقن، ظهور امامنا هنا كان لهدير يسري لاعبه الاوبوزيت الى جوار العملاق سلمى صالح عبد الهادي علشان يصطادوا الكره في هذه المره بقراءه ايجابيه في توقيت ما يعني خدوا التاخيره المناسبه للبلوك مع قراءه زوايا الضرب من جانب ساره امين. 12 10 افضليه اهلاويه، اعداد في السيستم، تخلص ايه تخلص ايه تخلص ايه، اكيد تخلص وما ترحمش في العالي شغال في الاوبوزيت ماشي. ايه الشامي موجوده في اربعه مع الدوران مع حائط صد مشروخ، تخلص وما ترحمش الضرب المتقن وبقوه. ساره امين استقبال مريم مصطفى بصعوبه، بجر ليلى عماد تضرب من المنطقه الدفاعيه سهله، ساره امين شروق اعداد الضرب في حائط الصد، تتلم مره ثانيه ندى وليد اعداد وتخلص هنا من مركز ثلاثه المتالقه، وكالعاده نرمين المنشاوي اعداد موزون وتخليص بعد ترانزيشن انتقالي مش طويل او مش رالي طويل، لكن في تحدي كبير والاكثر تركيزا والاقل اخطاء في الاخير كان لعبات النادي الاهلي، ونرمين المنشاوي تخلص النقطه رقم 14 علشان يعود الفارق لفارق الاربع نقاط الافضليه اهلاويه. اعداد امامنا ليلى عماد، محاوله للضرب من العالي تخلص، لكن الكوره بره ما تتحكمش بالمره، محتاجه ظبط زوايا ولا مره جديده. ايه النادي من أربعة بتحاول تضرب في خمسة بالكروس كورت لكن ما اتحكمتش. 15 10 زاد الفارق، ركبوا الجيم وما اعتقدش ان لاعبات النادي الاهلي هينزلوا الا بالشوط والوصول للنقطة رقم 25 مع الكسر. العالم استقبال، اعداد ليلى عماد، الضرب من الاوبوزيت ما تتحكمش بالمرة، خدت الحد الاعلى للشبكة، وفي الاعلانات بره كانت امامنا ضربة لاعبة الاوبوزيت في التشكيلة لنادي الصيد هدير يسري. 16 10 بفارق 6 نقاط، أفضلية أهلاوية مميزة على أرض الملعب، لكن دايما النادي الأهلي لازم يلتهم لأنه كبير والكبير يشيل التقيل، هو الوحش اللي غالبا اللي بيواجهه ما بينجحش، أو بالأحرى اللي واجهه ما نجحش أصلا، زي الصين كده على مستوى الكرة الطائرة النسوية لو تفتكروا كأس العالم، التهمت الكل وأدت بمستوى زي الفل، ده اللي بيعمله النادي الأهلي في هذا الموسم. خسر ثلاث أشواط فقط في 22 مباراة بمباراة النهاردة بالتأكيد حاجة كبيرة، لازم كده حاجه يعني تغزي العين، انه شوط ولا اتنين ولا تلاته في مباريات متفرقه عادي عادي.
16 10 الأفضلية أهلاوية على أرض الملعب. سارة أمين هي اللي موجودة على الإرسال بتغييرة موجودة دلوقتي من الست تغييرات في هذا الشوط الثالث بخروج لسلمى صالح عبد الهادي ونزول على أرض الملعب لهناء علاء لاعبة السنتر لاعبة مركز ثلاثة. سبال بصعوبة محاولة ولا تقدر تعمل معاها أي حاجة. ليلى عماد بعيدة عن الكرة وحتى محاولة اللحاق بالكرة ما كانتش بفعالية أو ما طيرتش الكرة حتى لورا في ملعبها علشان يرجعوها سهلة ويبقى فيه فرص على أرض الملعب. نقطة مباشرة مع الإرسال 17 10 الأفضلية أهلاوية. نزول على أرض الملعب لنادين زعتر بدلا من آية النادي في تشكيلة نادي الصيد. محاولات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وإن كان الأمر صعب. الكرة جوه ضرب هنا كان موجود من جانب أمامنا هناء علاء. أول نقطة في ظهورها على أرض الملعب سنتر نادي الصيد. ومع تغيير الحرة خرجت مريم مصطفى الليبرو ونزلت إلى أرض الملعب في هذه اللحظات داليا المرشدي علشان محتاج حائط صد مميز أحمد فتحي ولعبات نادي الصيد لأن سايد أوت هيكون من النادي الأهلي. مريم سبال إعداد شروق آية تخلص ما تخلصش إسقاطة مقروءة من جانب هدير يسري. مرة تانية إعداد لعبة أربعة اللي بتيجي من ستة لتلاتة هنا مع الستروك اللي موجود. إعداد موزون والضرب من ستة بإتقان هذه المرة الحقيقة من جانب زين العالمي. النقطة 12 في صالح نادي الصيد. 17 12 الأفضلية أهلاوية على أرض الملعب. هناء علاء على الإرسال فلوتر استقبال بصعوبة بصعوبة كرة بجرة تعدي سهلة شانس بول بالنسبة لنادي الصيد في السريعة. حصد أكثر فعالية من إرمين المشاوي. ومرة تانية في الأوبوزيت تحاول تضرب الضرب القطري هذه المرة هدير يسري بفعالية بعد ما كان في فرصة أولى والتانية لكن خلصتها بالتالتة. كانت امامنا هنا في هذه المره هدير يسري في الكره الاخيره وما زال السايد اوت اهلاوي فمش هيبقى في تغييره ومش هتنزل الليبرو بتاعه نادي الصيد على ارض الملعب. مريم مصطفى يعني فلوتر مره تانية بيوجهه على ساره امين دايما وقلنا هو متوسط استقبالها مع الفلوتر بتطالب بالامس للبلوك لكن حكم المباراه من جهتها تغريده خطاب قالت لا دي فيها شك يعني فيها كلام وعليها كلام مش متأكد قوي فأكثر من مرة كانت تبقى باينة المرة دي يعني ولكن هو قرار سيادي ولا رجعت فيه من تغريد خطاب الحكم الأول. ضربة كانت من ناتاليا فرنانديز وطلبت بالتاتش بلوك لكن ما كانش فيها والقرار كان بنقطة لصالح نادي الصيد لكن الهدية وهدية مقبولة بالتأكيد مع خطأ في الإرسال ومعدل أخطائهم في الإرسالات كتير وما يطمنش أحمد فتحي والجهاز الفني لنادي الصيد إنه يقدر يكسب هذه المباراة بسبب الأخطاء السهلة. سبال بصعوبة الكرة الأولى العالمي إعداد والضرب لكن ديفنس أكثر من رائع من لعبات نادي الأهلي. مرة تانية تحدي الشبكة هذه المرة مكسوب من جانب داليا المرشدي سنتر نادي الصيد. يأتوا بالنقطة رقم 15 ويقلصوا الفارق لفارق الثلاث نقاط أفضلية أهلاوية 18 15 وده فارق قل لأنه الأهلي كان وصل لفارق الست نقاط يعني قدروا إن هم يجيبوا ثلاث نقاط متتالية على أو مش متتالية بس كسروهم على النادي الاهلي. وقلنا لازم الاهلي ياخد الكسر ويبني عليه. استبال بصعوبه وحش قوي 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 استبال البجر مع الفلوتر من جانب ناتاليا فرنانديز البرازيليه المحترفه في تشكيله النادي الاهلي مش عالي او مش مركزه او مش ده استقبالها زي ما كان في المباريات في الريجولر سيزون في المباريات اللي فاتت يعني في ال 21 مباراه الماضيه عندها افضل من كده بكتير. حاله التركيز او الاطمئنان او مباراه الاحتفال التعامل السيكولوجي مع اللاعبات ان دي مباراه مهمه علشان استكمال الصوره الحلوه بتاعه لاعبات النادي الاهلي. ندى دفاع منخفض الضرب ولا اجمل مريم متولي تخلص مع اعداد قصير وضرب سريع ابتدتها ندى وليد سليبرو النادي الاهلي المتالقه ثم الاعداد من شروق فؤاد المايسترو الاهلاوي والتخليص في هذه المره من مريم متولي. ايه حمدي الشامي على الارسال في هذه اللحظات 19 16 الافضليه اهلاويه. فلوتر سبال العالمي بصعوبه اوت اوف سيستم هتضربها بجراءه في المتناول. ايه حمدي شروق بجر من المنطقه الدفاعيه تضرب تحاول تسقطها في قلب الملعب لكن مريم مصطفى صحيه ليها ليبرو نادي الصيد. مره ثانيه تضرب من ثلاثه وتوجه عندها ميزه في التوجيه حتى وان كان امامها حائط صد بس بتعرف تلف ريسك الايد بالشكل المطلوب المرغوب فيه في كتير من الكرات. اتحدث عن سنتر نادي الصيد صغيرة السن كبيرة القيمة كلهم صغيرات السن ولكن عاملين مستوى فني عالي الحقيقة وعملوا حالة في المنافسة مع النادي الأهلي في هذا الموسم. وأتحدث عن داليا المرشدي سيبال سارة
برضو في صعوبه شويه بالبجر ولا حتى بالصوابع، ده مشكله، تبقى في لمسه رابعه ما لمسوهاش. اذا النقطه لنادي الصيد مع ايس موجود وحذاري، حذاري لانه ما بعد الوصول للنقطه رقم 18 او 19 حتى لو النادي الاهلي راكب الجيم بينزل وبسهوله، وده مش صح. استقبال الكره الاولى، السكاوتنج اللي جاي من بره والداتا فولي اللي شغاله بالتعامل مع توجيه الارسال بشكل فعال وتبويظ هجمه النادي الاهلي مع الارسال من البدايه بيكون بفعاليه مع انخفاض معدل التركيز بالنسبه للاعبات النادي الاهلي ورفع معدل التركيز من لاعبات نادي الصيد، وده اللي بيديهم الفرصه والقدره على انهم يعودوا، وده حصل في الشوط الاول لكن الاهلي قدر ان هو يتفوق 25-21، وفي الشوط الثاني حصل لكن الصيد عرف ياخد الكسر ويستغل الفرص مع الاخطاء السهله والساذجه وخد الجيم بالنسبه له الاول ليه على ارض الملعب علشان يعدل النتيجه 25-22 ويبقى 1-1. هذا الشوط سجال فيما بين الفريقين بعد تفوق للنادي الاهلي لكن الافضليه ما زالت اهلاويه 19-18. سايد اوت اهلاوي، لازم يخلص، لازم يخلص اهلاوي، لازم يخلص اهلاوي، اكيد يخلص في السيستم المثالي، تطلع من العالي وتخلص من اربعه. هنا امامنا كانت ناتاليا فرنانديز النقطه رقم 20 علشان ياخد النادي الاهلي الكسر بفرق النقطتين 20-18. فلوتر مريم مصطفى، استقبال اعداد ليلى عماد، الضرب من العالي لكن هتصد اكثر مثاليه من امام زين العالمي. مره ثانيه كوره تعدي في السيستم، تخلص ساره امين، ما تخلصش، ديفنس كان موجود من هدير يسري. مره ثانيه كوره سهله فرنانديز، ناتاليا، اعداد في السيستم، ساره 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 ساره، تخلص النقطه اهلاويه، تضرب في حائط الصد وتوجه الكوره باستخدام حائط الصد لصالح النادي الاهلي في هذه المره 21-18. خدوا الكسر بفرق 3 نقاط. شوط بيقرب وتغييره في هذه اللحظات، دانا تنزل الى ارض الملعب، دانا شوقي بدلا من شروق فؤاد، وتايم اوت كمان مطلوب تاني واخير حر محق لي في احداث الشوط الثالث من المباراه، الكابتن احمد فتحي المدير الفني لنادي الصيد. 21-18 الافضليه اهلاويه على ارض الملعب. قلنا 21 مباراه لنادي الصيد، فاز في 18 و3 هزم فيها، ويعني بيبحث عن النهارده نقطة واحدة بس تخليه يقرب، أو مش يقرب، يروح للمركز الثاني مباشرة، لأنه النادي الأهلي خلاص 21 من 21 من انتصارات، خسر 3 أشواط بمباراة النهارده 63 نقطة قبل هذه المباراة. الصيد عنده 54 نقطة والزمالك عنده 54 نقطة. الصيد نقطة واحدة من النهارده يبقى في المركز الثاني رسميا بالنقطة رقم 55 اللي بيصل إليها، لأنه الزمالك خلص نقاطه. خطأ فني في التعامل هذه المرة من دانا مع الكرة الثانية أو الإعداد من مايسترو النادي الأهلي، ولذلك الكابتن حمدي الصافي ما صبرش عليها، يعني هي تغييرة وخلصها. رجع شروق لأنه لمستين مع إعداد الكرة مش صح ومش في وقته. 21-19 الشوط ما يستحملش أخطاء سهلة وساذجة زي ما حصل في الشوط الثاني. استقبال بصعوبه من ندى وليد، كرة كانت مسقطه لكن قريتها، تعدي سهله من ساره امين، سكند شانس للنادي الصيد، ضرب في حائط الصد الى خارج الملعب، الضرب كان موجود من زين العالمي، حل من الحلول الهجوميه المثاليه من مركز اربعه للكابتن احمد فتحي ولنادي الصيد. 20-21 على الارسال، داليا المرشدي، استقبال امامنا ندى وليد، اعداد والضرب، اعداد قصير والضرب السريع في السيستم المثالي بره الشبكه بمتر، تريح مريم متولي انها تخلص المطرقه اللي في وقتها علشان تحط النقطه رقم 22 لصالح النادي الاهلي. 22-20 الافضليه اهلاويه على ارض الملعب. الوحش اللي بيواجهه ما بينجحش، النسر الاحمر النادي الاهلي يقترب من شوط ثاني ليه على ارض الملعب. في تغييره موجوده بخروج هناء علاء السنتر بالنسبه لنادي الصيد وعوده من جديد للبرج سلمى صالح عبد الهادي. كرة تضرب بقوة، مريم متولي تلحقها، تلحقها ناتاليا فرنانديز، تعدي سهلة من مريم متولي، سكند شانس الصيد، اعداد ليلى عماد، الضرب من السريع وكالعادة البرج، ميزة ليلى عماد انها بتقدر ترفع لها كرة اعلى من قدراتها على الجنب علشان تحكمها تركبها الكرة. اتحدث عن سلمى صالح عبد الهادي اللي هي طولها 2 متر و18 سنتي، قصة وحكاية ورواية لوحدها نتكلم عنها في وقتها مع انجازاتها مع منتخب الناشئات تحت 16 عام. 22-21 أفضلية أهلاوية، والضرب في لمس، مفيش لمس. سارة أمين بتكلم تغريد خطاب حكم اللقاء الأول بتقول لها مفيش لمس، وقالت لها مفيش لمس، إذا خطأ
مع الضرب خارج حدود الملعب بالمره، والنقطه لصالح نادي الصيد، وتايم اوت اول حر محق للنادي الاهلي للكابتن حمدي صافي في هذه اللحظات، لانه التعادل اتى على ارض الملعب، ودي نقطه التحول اللي حصلت في الشوط الثاني وقدر ان هو يستغلها نادي الصيد. مش عايز تحصل مره ثانيه حمدي صافي مع لعباته ومعاه شخصيا على ارض الملعب، لانه هو اللي بيدير وهو اللي موجود على الخط وهو اللي بيتحكم بشكل كبير صحيح قدرات اللعبات والحالة الذهنية على أرض الملعب بالنسبة للعبات تمشي المباراة، ولكن ليه دور في أنه صحيهم يفوقهم على أرض الملعب. 22-22 على الإرسال ليلى عماد، وصايد أوت أهلاوي. إذن ممكن يبقى في حائط صد فعال لنادي الصيد، حذاري لازم تبقى في السيستم، استقبال مميز أوت أوف سيستم وده مش حلو، لكن قدرت أنها تخلص بالشكل المطلوب المرغوب فيه. أمامنا هنا كانت سارة أمين اوت اوف سيستم، بس رفعتها حلو، رفعتها حلو مريم متولي، ومن ثم ساره امين خلصت عمر حمدش من 4-1 بالداون ذا لاين، اختيار وتنفيذ متقن من جانب ساره امين. 23-22 شروف وقت استقبال العالمي، اعداد ليلى عماد، العالمي مره ثانيه تضرب في حائط الصد وتتلم من ساره امين. شروق في السيستم، ايه تخلص، ايه تخلص، تضرب في حائط الصد يقلم كره الكوره. مريم اوت اوف سيستم، هتضربها من المنطقه الدفاعيه سهله في المتناول، فرنانديز ناتاليا. شروق اعداد، ايه تخلص، ما تخلصش، حائط الصد ترانزيشن انتقالي، تحدي ورالي والضرب في حائط الصد، الكوره لسه. العالمي تضرب حائط الصد، فرنانديز ناتاليا مره ثانيه، محاوله من شروق اسقاطها، والنقطه اهلاويه بلمس شبكه ونقطه من اللي هي بعد ترانزيشن انتقالي تحدي ورالي، النقاط الحلوه اللي نستمتع بيها في الكره الطايره. تحدي كبير، رالي طويل، في الاخير حسم للعبات النادي الاهلي، ونقطه الشوط تاتي بين ايدي لعبات النادي الاهلي. 24-22 اتى بثماره التايم اوت اللي خده حمدي الصافي، او بالاحرى ترجمه فوريه للتعليمات من اللعبات. سبال من البصير مش بتاعتها، لكن تعدي سهله، باظت الهجمه بقى بعد استقبال الكره الاولى، خلاص هتخلص، ما تخلصش، البلوك 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 في وجود البرج. سلمى صالح عبد الهادي الى جوار لاعبه الاوبوزيت اللي موجوده مع دوران في هذه الجهه، جهه 4 هدير يسري، هي بتلعب 2-4 بالمناسبه، يعني بتجيد كلاعبه ضاربه في تشكيله النادي الاهلي. عوده في هذه اللحظات لاي نادي بدلا من نادين زعتر كتغييره موجوده على ارض الملعب في تشكيله نادي الصيد. 24-23 نقطه مهمه، نقطه مهمه، هم بيدوروا على الدفاع. الكابتن نجلاء طلعت الحكم الثاني بتاكد على احمد فتحي حكم او المدير الفني لنادي الصيد ان انت غيرت 6 تغييرات فمالكش حاجه ثاني خلاص. العالمي سبال ندى وليد، نقطه مهمه، تخلص الشوط، تختم ما تختمش، ترجع تاني من الفيرست تايم، تخلص ما تخلصش. مريم مصطفى مرة تانية كورة، ليلى عماد اعداد الضرب في حائط الصد، كورة مهمة، نقطة كبيرة، فرصة ومحاولة للإسقاط، لكن ديفنس رائع، ولسه الكورة أهلاوية، أهلاوية مرت بإيديها لملعب النادي الأهلي، وخطأ سهل وساذج، خطأ سهل وساذج من اللاعبة أي نادي علشان تحط إيديها لملعب النادي الأهلي بهذا الخطأ، إدت النقطة رقم 25 في صالح النادي الأهلي. إذن شوط ثالث 25-23 أهلاوي، بعد شوط أول كان 25-21 أهلاوي، وشوط ثاني كان 25-22 للصيد، أفضلية أهلاوية 2-1 على أرض الملعب، ولسه المباراة على أرض الملعب. إذن العودة من جديد مرة أخرى مشاهدينا متابعينا عبر شاشة الأهلي في كل مكان، واستكمال هذه المباراة الختامية والأخيرة لموسم 2020-2021 للدوري المصري الممتاز للكرة الطائرة للسيدات اللي حسم لقبه بالدرع والذهب النادي الأهلي قبل آخر جولتين من جولة، يعني قبل آخر 3 جولات من الختام. النادي الأهلي حسم اللقب بالدرع والذهب لأنه ب 63 نقطة ونادي الصيد 54 نقطة، إذن قضي الأمر، الأهلي للمرة رقم 37 ده بالأرقام الرسمية اللي جايالنا ويمكن أكتر كمان، هو حامل اللقب بالدرع والذهب في هذا الموسم. والنهاردة مباراة التتويج، لأنه ما بعد هذه المباراة هيكون هناك تتويج لصاحب المركز الأول وصاحب المركز الثاني أو الثالث على حسب بالنسبة لنادي الصيد، أنه لو خسر الشوط اللي جاي يبقى ثالث والزمالك الثاني، فاز بالشوط اللي جاي يبقى ثاني والزمالك الثالث، بغض النظر عن نتيجة المباراة بفوز
النادي الاهلي او فوز نادي الصيد، واللي نتمناه بالتاكيد انه يكون فوز للنادي الاهلي و3-1 كمان. مالناش دعوه بترتيبات الغير، احنا لينا دعوه بالتفوق وانه ما نفقدش اي نقطه في المشوار ونكون بالعلامه الكامله 63، نوصل للنقطه رقم 66 في 22 مباراه ونكون حاضرين وكالعاده كاسد يظهر في عالم الكره الطائره النسويه وحتى على مستوى الرجال وبتفوق وبزياده. شوط اول اهلاوي 25-21، شوط ثاني للصيد 25-22، شوط ثالث اهلاوي 25-23، وشوط رابع ننتظر اهلاوي بحسم المباراه والتتويج ما بعد هذه المباراه، ما بعد التتويج رسميا زي ما قلنا باللقب والدرع والذهب. الكابتن حمدي الصافي والكابتن ياسر صلاح والكابتن ايمن فؤاد والكابتن ايهاب حسن المدير الاداري والكابتن اشرف عباس الاداري ودكتور هدير وحيد الطبيب ومنة الله عادل العلاج الطبيعي ورانيا عبد العزيز المخطط ومنى مراد المدلك ومي محمود حسني، ده الجهاز الفني بالكامل اللي ليه التحيه في هذا الموسم. اولى نقاط الصيد في احداث الشوط الرابع من المباراه. تاكيد جهد يذكر ويشكر بالنسبه للجهاز الفني اللي بيستمر في سلسله النتائج الايجابيه والالقاب والارقام اللي بتكسر. النادي الاهلي بيكسر ارقامه بنفسه لانه ما فيش حد يقدر يكسر ارقامه الحقيقه في عالم الكره الطائره النسويه من عهد توتو والسياده على كره الطائره النسويه المصريه والعربيه والافريقيه بالتاكيد. اوت اوف سيستم مع بلوك، الكوره في صالح نادي الصيد لان الكوره ارتدت مع البلوك على السايد لاين داخل الملعب الاهلاوي، اذا 2 لا شيء في بدايه احداث الشوط الرابع، الافضليه لنادي الصيد على ارض الملعب. ما زالت على الارسال ليلى عماد، السيبال امامنا ندى وليد، اعداد في السيستم، محاوله اسقاطها حلوه 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 حلوه، شوف الرؤيه والتعامل والاتقان ما بعد كرة كانت في السيستم هذه المره اوت اوف سيستم، ادت فرصه للبلوك. لما تاتي في السيستم اي ان الهجمه بلمستها الثانيه من جانب المايسترو على ارض الملعب شروق محمد فؤاد ومن ثم خلصت النقطه كانت اي حمدي الشامي. سيبال ضعيف في المتناول دي رغم انها جايه من المنطقه الدفاعيه وبقوه لكن في المتناول مريم، اعداد ضرب بس سهله مره ثانيه العالمي تعدي في المتناول اي حمدي، لا توصل هنا في اربعه عند ناتاليا فرنانديز لكن دفاع موجود من نادي الصيد، محاوله لضرب ولا اجمل ديفنس رائع منخفض من جانب ندى وليد، اي حمدي تضرب وتخلص وما ترحمش في مكانها اللي بيريحها بتاعها اللي موجود على ارض الملعب. ايه حمدي الشامي في الاوبوزيت مركز 2 تخلص وما ترحمش. 2-2 عوده بنقطتين متتاليتين تعديل تقفيل للشوط على ارض الملعب. فلوتر سيبال مريم مصطفى، اعداد ليلى عماد تخلص من ثلاثه تخلص من ثلاثه. ميزه ليلى عماد انها بتعرف ترفع الكوره زي ما قلنا بشكل موزون ومحسوب قوي لسلمى صالح عبد الهادي. 3-2 افضليه لنادي الصيد. وعلى الارسال مع الدوران زينة العالمي، دولية قلنا من اللعبات الدوليات الموجودات والمميزات في السنوات الأخيرة ومن ثم موجودة والعين عليها، وكابتن أحمد فتحي كان ضممها حتى للمنتخب الأول في الفترة الأخيرة لما كان على رأس القيادة الفنية للمنتخب الأول. دلوقتي مين على رأس القيادة الفنية للمنتخب الأول للسيدات؟ حد يبقى يقول لنا بس لو يعرف. ضرب حتى الصد مرة ثانية أي حمدي أوت أوف سيستم تضربها من المنطقة الدفاعية بقوة وبجراءة لكن مريم مصطفى في السيستم رغم انها بجر، محاوله اسقاط ديفنس رائع من ناتاليا فرنانديز، تعدي سهله ثير تشانس الصيد في السيستم من ثلاثه تضرب في حائط الصد امامها المنشاوي ولكن قوه الضربه مع التوجيه بريسكا اليد تستخدم نرمين المنشاوي لصالحها كانت امامنا هنا سلمى صالح عبد الهادي علشان تاتي بالنقطه الرابعه وتاتي بالكسر مره ثانيه صالح نادي الصيد على ارض الملعب. البدايه وكالعاده يعني الشوط الاول والثاني والثالث وحتى الشوط الرابع اهو دايما يبدا الصيد بافضليه انه بيفكر في الفوز بالشوط، لكن مع الدخول في عمق الشوط الاهلي بيعرف يرجع ويستغل الفرص ويقلل من الاخطاء ويرفع من معدل التركيز. اي حمدي تضرب حائط صد يقلل من كره الكوره، محاوله هنا للضرب من اي النادي، الكوره في حائط الصد والى داخل الملعب او خارج الملعب طالما لمست في حائط الصد الاهلاوي وارتدت، اذا النقطه لنادي الصيد. فرق 3 نقاط، ما خدش تايم اوت لكن عمل تغييره دلوقتي في الاوبوزيت. نزول لمي غزال احدى نجمات منتخب الناشئات في 2019 تحت 16 عام مونديال مصر. وامامنا هنا خروج لآية حمدي او خروج لنرمين المنشاوي. تلعب في ثلاثة. ضرب ولا اجمل
من أربعة، الخروج بشكل متقن مع سيستم عالي في بناء الهجمة وتخلصها بإتقان. كلام ثانية من شروق محمد فؤاد علشان تريح اللي جاية من المنطقة الدفاعية وبقوة. أمامنا هنا ناتاليا فرنانديز البرازيلية تخلص النقطة الثالثة على أرض الملعب لصالح النادي الأهلي. على الإرسال أمامنا في أول ظهور على أرض الملعب مي غزال، كان الترمومتر لأداء منتخبنا الوطني لنشأت تحت 16 عام في مونديال مصر، كنا في المركز التاسع لو تفتكروا. من المنطقة الدفاعية تضرب العالمي، لكن دفاع موجود من النادي الأهلي. محاولة آية حمدي ترتقي وتضرب كروس كورت من 2-1، لكن دفاع كان موجود من جانب ليلى عماد. مرة تانية في المتناول في السيستم بجر، بس بتعرف تلعب بإحساس، تعرف توزع الكرات بإحساس حتى لو كانت صعبة ومش مرفوعة الصوابع، لكن بتقدر وبالبجر بذراعيها يعني انها تميل الكرة وترفعها بإحساس موزون موزون علشان تريح فرنانديز ناتاليا وتضرب الضرب القطري من 4 جهة مركز 5 او فيما بين 4 و5 في ملعب الصيد وتخلص النقطة بإتقان. ودلوقتي لعبات نادي الزمالك وصلنا لصالة الملك عبد الله الفيصل بأهلي الجزيرة، لانه هيبقى في تتويج النهاردة زي ما قلنا. لمستين بخطأ فني في التعامل مع الإعداد في بناء هجمة نادي الصيد، اذا خطأ سهل وساذج يدي النقطة الخامسة وتعديل وتقفيل على ارض الملعب مع نزول لمي غزال. قراءة فنية عالية من جانب الكابتن حمدي الصافي بدون تايم اوت، قدر ان هو يعدل الامور بثلاث نقاط متتالية. 5-5 تعديل تقفيل على ارض الملعب. غزال استقبال بصعوبة مريم مصطفى اعداد على السريع، لكن المنشاوي نرمين تقرأ ضرب سلمى صالح من 3، كرة في السيستم تخلص تخلص ما تخلصش، لا تخلص فيها لمسة هذه المرة، تاتش اوت النقطة اهلاوية. ضرب بفعالية من جانب ناتاليا فرنانديز البرازيلية اللي لازم تخرج كرة من اللي هي لانها محترفة، فلازم تكون اضافة للعبات النادي الاهلي، وهي اضافة لانها جاية بعين خبيرة بالتأكيد. لما بتبقى في حالتها والطير بتسهل حاجات كتير هجوميا وبتخرج كرات من ذهب. تايم اوت مطلوب من جانب الكابتن احمد فتحي المدير الفني لنادي الصيد. كنت اقول احمد مصطفى كان مدير فني نادي الزمالك للرجال وليه تاريخ كبير مع نادي الزمالك بالتاكيد بمناسبه ظهور لاعبات نادي الزمالك في صاله الامير عبد الله الفيصل باهلي الجزيره. بالتاكيد الاهلي دايما بيرحب بكل انديه مصر ولاعبي مصر، والنهارده هيكون في تتويج للزمالك وللصيد مع النادي الاهلي. كده كده الاهلي الوحش قلنا غالبا اللي بيواجهه ما بينجحش، ففي الصداره في القمه، بينما مين ثالث ومين تاني بايدي لعبات النادي الاهلي بالاحرى كده، لانه الاهلي فاز في هذا الشوط خلى الزمالك تاني، الاهلي لا قدر الله خسر في هذا الشوط خلى الزمالك ثالث والصيد تاني. ادي ايس موجود بفعاليه الارسال الموجه بالشكل المتقن، خبره الصغار لمي غزال، غزال النادي الاهلي تقدر توجه الارسال بشكل فعال، تأتي بالإيس وتخلص نقطة مباشرة مع تأخر القراءة والتحرك والاستقبال اللي المفروض يبقى بشكل فعال من جانب لاعيبة معارة من النادي الأهلي مريم مصطفى ليبرو نادي الصيد في هذا الموسم. 7-5 بفارق الكسر أو الكسر بفارق نقطتين الأفضلية الأهلوية. مريم 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 لسه بقول هي بتاعت مريم ولا بتاعت أي النادي؟ أعتقد بتاعت مريم، وخطأ في التمركز والتعامل وكوره موضوعه بشكل متقن بالسكاوتنج العالي اللي عند مي غزال اللي بتقدر تنفذه على ارض الملعب، وداتا فولي وتوجيه الارسال بالشكل المتقن بدون فعاليه من مريم مصطفى وايا نادي لاعبه الليبرو واربعه المنوطات باستقبال الكره الاولى. الاهلي يروح للفيرست تكنيكال تايم اوت، الوقت المستقطع الفني الاجباري الاول في احداث الشوط الرابع من المباراه بافضليه بفارق كسر الثلاث نقاط على نادي الصيد على ارض الملعب، وده بيريح اكتر واكتر لعبات والجهاز الفني لنادي الزمالك انه المركز الثاني يعود لنادي الزمالك، لانه دايما هو في المركز الثاني او بالاحرى في معظم المواسم السواد الاعظم من المواسم بيكون نادي الزمالك خلف النادي الاهلي. الموسم اللي فات الصيد كان هو اللي خلف النادي الاهلي، والزمالك بيبحث عن مش هقول لقبه المعتاد ولكن المكانه الطبيعيه اللي بيكون موجود فيها في هذا الموسم وفي كل موسم باستثناء الموسم الماضي. حائط صد سنجل بلوك بفعاليه بايجابيه بلوك بكرة من اللي هي مريم متولي، يعني تخلص وما ترحمش تخلص وما ترحمش، ما ضربتش ومش مطرقة لكن ببلوك في وقته توجع بيه ملعب نادي الصيد. 9-5 أفضلية أهلوية على أرض الملعب. ما زالت مي غزال منذ نزولها على الإرسال. أعداد ضرب سهلة سهلة حاطة صد
مريم متولي قعدت في السيستم تخلص ما تخلصش المرة دي بلوك معمول زي ما الكتاب بيقول. البرج سلمى صالح إلى جوار اللي اصطادت الكرة في هذه المرة لاعبة الأوبوزيت في تشكيلة نادي الصيد هدير يسري. 9-6 الكسر حاضر بفرق 3 نقاط الأفضلية أهلوية على أرض الملعب. تغييرة موجودة خروج سلمى صالح عبد الهادي البرج ونزول لكابتن وقائد نادي الصيد على أرض الملعب رانا عبد الحليم. فلوتر ناتاليا فرنانديز سيبال اوت اوف سيستم تضرب ما تتحكمش في تاتش ما فيش تاتش لا بعيده شويه دي ناتاليا فرنانديز يعني بتتكلم عن تاتش بلوك لكن ما كانتش فيها تاتش بلوك وكان قراءه من ثنائي حكمتي المباراه تغريد خطاب الاولى ونجلاء طلعت الحكم الثاني لهذه المباراه اللي اكدوا ان ما كانش في تاتش بلوك ومن ثم قلنا ما فيش التشالنج او التحدي او عين الصقر او هي في التنس اسمها عين الصقر اللي دخلت في عالم التنس منذ 2006 في اليو اس اوبن جراند سلام فلاشنج ميدوز يعني في عالم الكره الطايره اسمها التشالنج او التحدي في كره القدم الفار طبعا او الفي اي ار ودي مش موجوده هنا تفرق. خطا فني في التعامل مره ثانيه وده الخطا الفني السهل الساذج الثالث اللي بيسقط فيه لاعبات نادي الصيد على ارض الملعب او الرابع كمان. لمستين مع الاعداد خطا ما يصلحش انه يخرج من لعبات يبحثنا عن فوز في هذه المباراه او على الاقل شوط ثاني من هذه المباراه. وامام النادي الاهلي امام غريم قلنا عليه الوحش اللي غالبا اللي بيواجهه ما بينجحش. ارسال اي حمدي استقبال امامنا اعداد ضرب كوره هنا في المتناول لو عدت ما عدتش محاوله للانقاذ في مره ثانيه ثالثه واللمسه رابعه اذا النقطه اهلاويه على ارض الملعب 11-7 فرق الاربع نقاط ركب الجيم وغالبا مش هينزل لعبات النادي الاهلي. فلوتر العالمي من الفيرست تايم لمسه بالراحه وبهدوء وبثقه الكبار مريم متولي تاخد استقبال كره اولى ضعيف ومن الفيرست تايم تسقط الكره في ملعب نادي الصيد علشان تخلص النقطه لنادي الاهلي رقم 12. تخرج ساره امين ونزول على ارض الملعب للاعبه رقم 21 في تشكيلة النادي الأهلي. فريدة الحناوي برضو إحدى نجمات منتخبنا الوطني للناشئات تحت 18 تحت 16 عام لو تفتكروا في مونديال مصر 2019 منتخب أخرج لعبات كثيرات الحقيقة بشكل فني عالي جدا ودهم خبرات كمان دلوقتي بيغزوا الفريق الأول وده صح إن تكون قاعدتك سليمة ودايما النادي الأهلي طالما القاعدة سليمة يا جبل ما يهزك ريح وده الطبيعي والمنطقي قاعدة الناشئين في كل رياضة. في العصا الهوائيه كره باعداد صعب من جانب امامنا نهى عادل توصل لها بصعوبه حاولت تعديها بسهوله اي نادي لكن جابتها في العصا الهوائيه اذا النقطه اهلاويه في الاخير 13-8 تغيير على مستوى البصير بالنسبه لنادي الصيد عوده من جديد لليلى عماد وخروج لنهى عادل الاثنين مستواهم متوسط وان كان ليلى عماد عندها افضل بالبجر ترفع هي دلوقتي ومحاوله للضرب من العمق اي نادي لكن دفاع اكثر من رائع بمستوى فني عالي 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 الايه الكينج اوف ذا ماتش بالنسبه للاعبات النادي الاهلي ندى وليد الليبرو والضرب باتقان وتقنيه عاليه في مره جديده الظهور بفعاليه لناتاليا فرنانديز لكن ندى وليد انا اشوفها ان الومن اوف ذا ماتش مش المان اوف ذا ماتش عشان ما ازعلش من او الكينج اوف ذا ماتش هي الملكه على ارض ملعب وكل لاعبات النادي الاهلي لكن بتادي بمستوى فني دفاعي رائع وبتساعد حتى في الهجوم لما بترفع بشكل متقن في السيستم ضرب ولا اجمل ظهورها على ارض الملعب بخبره الصغار تعمل الفعاليه الهجوميه المثاليه من 4 تضرب باتقان ضرب قطري فيما بين 4 و5 وتخلص النقطه لصالح النادي الاهلي فريده الحناوي. فلوتر ناتاليا فرنانديز كوره بره ما لمستش عندها بس شوي شغل على الارسال والضربات والشغل ده يبقى ظبط الزوايا في التحكم مع التوجيه. نزول لندى مرجان على ارض الملعب في 3 وخروج في هذه اللحظات لداليا المرشدي بالنسبه لنادي الصيد وتغييرات وخيارات الكابتن احمد فتحي من ادوات من لعبات على ارض الملعب. اي النادي ارسال امامنا استقبال ناتاليا فرنانديز اعداد من على السريع اسقاطه بمعلمه من جانب مريم متولي ولا اجمل
النقطة رقم 16 الوصول للسكند تكنيكال تايم اوت، الوصول للوقت المستقطع الفني الإجباري الثاني في أحداث الشوط الأول. أفضلية أهلاوية إيه بفارق 7 نقاط، فارق مريح، ركبوا الجيم وما نزلوش، وما أعتقدش إنه في المباراة أشواط تانية خلصت. الأهلي يحسم الفوز بإذن الله، طبعا كل شيء وارد على أرض الملعب، لكن الثقة والثقل وحمد الصافية ولعبات النادي الأهلي بكبرياء البطل واللقب بالدرع والذهب ما ينفعش يخرج النادي الأهلي النهاردة خاسر أكتر من شوط، شوط والنسيان، شوط زي ما قلنا كده نغزي بيه العين في هذا الموسم اللي خسرنا فيه في 22 مباراة على 3 مباريات 3 أشواط. أي حمدي في إراحة دلوقتي ونزول على أرض الملعب لمايا ممدوح. مايا ممدوح اسماعيل، الكابتن ممدوح اسماعيل موجود معانا النهارده في الاستوديو التحليلي بيحلل المباراه الى جوار الكابتن ندى ايمن. وايس موجود خلاص، اكلينيكيا حسم الامر قبل ان ينتهي فعليا. مريم متولي توجه ارسال، مفيش استقبال من لعبات نادي الصيد، اذا النقطه اهلاويه. ايس موجود بنقطه مباشره، والنقطه رقم 17 بفرق 8 نقاط. الاهلي يتصدر المشهد في شوط رابع هو الاخير اعتقد في هذه المباراه. شروق مايا تضرب كروس كانت امامنا هنا فريده الحناوي، لكن تتلم، محاوله ضرب قطري لكن ديفنس رائع. هنا هو مريم متولي يعني خدت خبطه كده في عينيها فلخفنتها فيما بينه وبين فريده الحناوي، لكن برضه من حق الكبير يتدلع، طبعا من حق الكبير يتدلع عادي وتعدي. الافضليه اهلاويه بفارق 7 نقاط 17-10، والشوط برمته بيقترب من النادي الاهلي. الشوط مش بس الشوط، الشوط والمباراه، وكده كده راح اللقب بالدرع والذهب في صالح النادي الاهلي، واللقب في الجزيره ومش خارج ما بعد التتويج النهارده. ضرب قطري من الاوبزيت تتلم سهله عند مايا ممدوح، اعداد في السيستم ولا اجمل، لعيبه 4 اللي بتيجي من 6 ل 3. هنا الظهور بفعاليه لناتاليا فرنانديز البرازيليه اللي بتقدم كوره من اللي هي تخلص وما ترحمش، ومع الروتيشن اللي موجود على ارض الملعب في التغيير الحره خرجت الكينج اوف ذا ماتش بالنسبه للاعبات النادي الاهلي. ندى وليد ليبرو النادي الاهلي صغيره السن كبيره القيمه، ونزول على ارض الملعب لليبرو الثاني في تشكيله النادي الاهلي. سلمى سعد كوره محاوله اسقاط، لكن ايه ارياها وعارفه اللي بتفكر فيه مع الاسقاط كان الشروف فؤاد. ضرب دفاع موجود، كوره جوه ولا بره؟ قالت بره، النقطه اهلاويه. ضربت اي نادي جايه من 6 ل 3 تضرب الكوره ولكن ما تتحكمش، محتاجه ظبط زوايا لانها ما لمستش البيز لاين لملعب النادي الاهلي. 19-10 وتايم اوت حر واخير مطلوب من الكابتن احمد فتحي المدير الفني للنادي الصيد، محاوله انقاذ ما يمكن انقاذه يعني، بس تضييق الفارق ما يبقاش شكل وحش على ارض الملعب، لانه 19-10 الاهلي مش هيفرط في هذا الشوط. وزي ما ذكرنا الجهاز الفني للنادي الاهلي بالتاكيد الجهاز الفني لنادي الصيد صاحب المركز غالبا الثالث على ارض الملعب في هذا الموسم، لانه فوز النادي الاهلي النهارده اهدى المركز الثاني لنادي الزمالك. كابتن احمد فتحي رئيس الجهاز والمدير الفني لنادي الصيد، ومعاه الكابتن محمد عبد الرحمن والكابتن سيد طه ومصطفى رمضان واحمد عبد الله وامام شنن ومنى الشرقاوي كدكتور، ومنى حسني بتاعت السكاوتنج او اللي شغلها مهم قوي بتاعت الداتا فولي. كره تعدي سهله في محاوله هنا للضرب جهه فريده الحناوي، الضرب القطري من 4-4 موجوده هنا امامنا كانت زينه العالمي. بالنسبة لنادي الصيد زينة العالمي مع آية النادي وفي ظهورها على أرض الملعب سلمى صالح ويليهم ليلى عماد، دول الأفضل بالنسبة للعبات نادي الصيد. شوية متراجعة مريم مصطفى وكأنها كانت تتمنى أنها تبقى لسه موجودة على قوة النادي الأهلي في هذا الموسم علشان تستمتع بالتتويج النهاردة والفوز المتتالي في هذا الموسم. مريم مصطفى ليبرو النادي الأهلي المعارض لنادي الصيد اللي موجودة على أرض الملعب صاحبة القميص رقم 7 أو ليبرو يعني بتيشيرت مخالف، لانها ما ينفعش انها تضرب الكوره الا ورجلها الاثنين ثابتين على ارض الملعب، ما ينفعش ترتقي يعني وتعمل ضرب هجومي. ديفنس استقبال كره اولى وتعدي الكوره وهي ثابته. ضرب لسه بنتكلم عن دور الليبرو في هذه المره، ضرب جهه مركز 5 بالداون ذا لاين، دور سلمى سعد ليبرو النادي الاهلي الثاني اللي خدت دورها بدلا من ندى وليد، لكن ما قرتهاش وما تتحكمش. نقطه 12 في صالح نادي الصيد على ارض الملعب، 20-12 الافضليه اهلاويه. العالمي على الارسال، استقبال امامنا سلمى سعد، اعداد في السيستم، هتخلص فرنانديز، تضرب في حائط الصد والى خارج الملعب. قوه الضربه مع التوجيه المثالي في حائط الصد، استخدمت حائط الصد لصالحها، والنقطه اهلاويه رقم 21. 4 نقاط يفصلوا
لعبات النادي الاهلي عن العلامه الكامله رقم 22 من 22 في هذا الموسم. خروج لناتاليا فرنانديز ونزول ولاول مره على ارض الملعب للرحمه حسن المهندس لاعبه اربعه في تشكيله النادي الاهلي. سيبال مريم مصطفى اعداد امامنا ليلى عماد الضرب حائط صد ولا اجمل مسمار موجود يقوده مريم متولي في هذه النقطه. دفاع من على الشبكه بمثاليه بلوك رائع في وجود البرج مريم متولي على ارض الملعب في النقطه الاخيره 22-12. ركب الجيم وما نزلش خلص وما رحمش وشوط للنسيان و22 من 22 من مباريات في هذا الموسم مع التتويج باللقب والدرع والذهب. وكل اهلاوي يجب ان يفتخر بهذا الفريق المبني على مر السنين منذ الزمانات وحتى في جيل توتو والاستمراريه حتى الوصول وحتى في جيل كابتن ندى ايمن طبعا الموجوده معنا في الاستوديو التحليلي وحتى الوصول لعصر الكابتن حمدي الصافي والاستمراريه في النتائج الايجابيه والالقاب والارقام حدث ولا حرج مع النادي الاهلي. واللعب بالفير بلاي كمان انه النهارده ما لعبوش بتهاون بلوك كمان مره كوره هتعدي سهله للاعبات النادي الاهلي. ما لعبش الكابتن حمدي الصافي بتهاون لعب بالفير انه عايز يكسب المباراه 3-0 او 3-1 ما يخسرش نقطه النهارده حتى وان كان هذه النقطه ممكن توصل الصيد للمركز الثاني والزمالك للمركز الثالث. هو بيلعب من اجل الفوز ولا بديل عن الفوز وبافضل نتيجه ويلتهم اي غريم. كوره هتعدي سهله من العالمي ترانزيشن انتقالي تحدي يورالي في السيستم المثالي تخلص مايا ولا اجمل المطرقه اللي في وقتها الضرب القطري اللي توجع من خلاله ملعب نادي الصيد وتحط نقطه الشوط والمباراه بين ايدي لعبات النادي الاهلي. مايا ممدوح اسماعيل من الاوبوزيت تخلص المطرقه اللي في وقتها وكل لعبات النادي الزمالك اللي موجودات في مدرجات صاله الامير عبد الله الفيصل باهلي الجزيره خلاص ارتاحوا هديوا ضمنوا العوده لمركزهم المفضل للمركز الثاني خلف النادي الاهلي ومش الصيد هو اللي في المركز الثاني لموسم ثاني على التوالي. خلاص جرد من لقبه لانه المركز الثاني خلف النادي الاهلي هو لقب في حد ذاته. من السريع مريم متولي تخلص نقطه الشوط والمباراه الافضليه اهلاويه. شوط رابع 25-12 بعد شوط اول 25-21 اهلاوي وشوط ثاني 25-22 للصيد بحلاوه روح في الموسم ثم الشوط الثالث 25-23 اهلاوي والشوط الرابع 25-12 اهلاوي 3-1 الافضليه اهلاويه 22 من 22 علامه كامله وصداره عن جداره بلقب ودرع وذهب اهلاوي بالتاكيد. ختام المباراه شكرا لكم تحياتي محمد عفيفي انقل الكلمه بعد الفاصل للزميل العزيز الكابتن هيثم السعيد وضيفيه محللينا الكريمين الكابتن ندى ايمن والكابتن ممدوح اسماعيل. الى اللقاء.